السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مايا محمود، ان شاء الله هنرجع مع بعض النهارده. هنراجع البارة كلها اللي هي ليكتشر 1 ليكتشر 2 ليكتشر 3 وسي بي ال البارة كله فيديو واحد باذن الله. هنبتدي بايه؟ هنبتدي بليكتشر 1 بعنوان السيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هي البارازايت اللي بتتنقل عن طريق السيكشوال اكتيفيتي او سيكشوال انتركورس. فهو هنا بيقول لنا ان السيكشوال اكتيفيتي هي البرايمري ميثود، اهم طريقه في الترانسميشن في المود اوف ترانسميشن عشان تعمل ايه؟ اللي هي اللي بتتنقل بيها الامبورتنت بارازيتك ديزيز. تمام جدا. طيب وهي بتنتج عنها ايه؟ بتنتج عنها سيجنيفيكانت بريفلنس، بريفلنس يعني سبريد او انتشار الانتريك بارازيتك انفكشن على امونج ميل هوموسيكشوال. يعني ايه هو ميل هوموسيكشوال؟ يعني ميل مع ميل او فيميل مع فيميل، دي اللي هو الهوموسيكشوال. تمام جدا. طيب هي ايه هي معظم البارازيتك سيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي احنا هنقولهم دلوقتي؟ يا اما يكون يا اما من عيله البروتوزوا، يا اما نيماتود، يا اما ارثروبود. البروتوزوا زي اي واحده، اول واحده اللي بنسميها ترايكومينس فاجينالس، وبعد كده تريبانسوما كروزي، وبعد كده انتاميبا هيستريتيكا وجاياردي لامبيليا. طيب وبالنسبه للنيماتود، النيماتود الانتروبياس. طب والارثروبود السكيبز والبيديكيولاس. طيب دي كلها مقدمه كده. احنا هناخد ايه النهارده؟ هناخد السيكشوال ترانسميتد بارازايتس اللي هم اربعه اللي معانا دول. اول واحد ترايكومينس فاجينالس بيعمل مرض اسمه ترايكومينيزيس. تمام. وده ذا موست كومن بارازيتك ديزيز اساسا معانا، او ذا موست كومن بارازيتك سيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي هو ترايكومينس فاجينالس. تاني واحد ساركوبتس سكابياي. ساركوبتس سكابياي بيعمل السكيبز اللي هو مرض الجرب. طيب تالت واحد اللي هو سايروس بيوبس، هنعرف اللي هو بيجي في منطقه البيوبيك هير. رقم أربعة اللي هو الميز، يبقى دولت اللي معانا. طيب اول واحد هبتدي بيه اللي هو ترايكومينس فاجينالس. ترايكومينس فاجينالس احنا عرفنا اللي هي من عيله البروتوزوا، بيعمل مرض اسمه ايه؟ تراكومينيزيس. تمام. تراكومينيزيس هو بيكون بينتشر وورلد وايد، عشان احنا عارفين اي سيكشوال انتركورس بيحصل وورلد وايد، فهو هيكون انتشاره بيكون وورلد وايد. تمام جدا. شكله بيبقى شكله عباره عن ايه؟ احنا عارفين اي بروتوزوا يا اما تروفوزويد يا اما سيست. فاحنا دلوقتي هي ما عندهاش اهم حاجه كده اللي احنا ما عندهاش سيست. هو بيقول ترايكومينس فاجينالس التي ار اللي هو تروفوزويد، فبالتالي عندها تروفوزويد بس، لكن ما عندهاش سي سي بعيد عنها خالص، فبالتالي ما عندهاش سيست. تمام جدا. يبقى احنا اول حاجه عندها تروفوزويد. التروفوزويد زي ما احنا شايفين بتكون بيرن شيب، شكلها كده كوميترا، بيكون حجمها من 15 ل 20 ملم، بيكون عندها نواه واحده سنجل نيوكليوس، بيبقى عندها انتيرير فلاجيلا كده اللي هو من 3 ل 5، عددها من 3 ل 5. طيب وفي ميمبرين، الميمبرين بتاعها بيكون انديوليتنج ميمبرين، بيكون متعرق كده عشان يعمل يتحرك الانديوليتنج ميمبرين ده عشان يتحرك بيها. وخدوا بالكم الانديوليتنج ميمبرين بيكون محدود كده، واحده من الفلاجيلا جت ولفت على الانديوليتنج ميمبرين كده، يعني حرفها حملت لها بوردر كده. تمام. بوردرد باي ايه؟ باي فلاجيلا اللي هو الانديوليتنج ميمبرين. طب ايه ايه فايدته؟ عشان خاطر هو ده المسؤول عن حركه ايه؟ عن حركه الترايكومينس فاجينالس او تروفوزويد دي. تمام. هل فيها سيست ستيج؟ قلنا ما فيهاش اي سيست، فبالتالي الانفكشن بتحصل عن طريق مين؟ عن طريق التروفوزويد اللي احنا لسه قايلين شكلها دلوقتي. طيب الهوست، الهوست بتاعها هو مين؟ الهيومن. الهيومن هو اونلي ناتورال هوست. الهيومن هو الاونلي ناتورال هوست الموجود، وهو بيكون مور كومن فين؟ ده ممكن يجي سؤال، مور كومن في الفيميل اكتر من الميل. احنا دلوقتي بنتكلم عن ترايكومينس فاجينالس، مين اللي عندها فاجينا؟ الفيميل. فبالتالي افتكرها كده، الفيميل بتكون 2.7% مقارنه بالميل بيكون 1.4، نص ال 2.7 يعني 1.4 الى حد ما. اوكي. طيب دلوقتي بنتكلم على الهابيتات. الهابيتات ترايكومينس فاجينالس هي بتكون فري ليفنج بروتوزوا. هو بروتوزوا بتعيش فري ليفنج، ممكن تعمل كولونايز او ممكن تعمل مستعمره، يعني هي بتعيش فري وممكن تعمل كولونايز. تمام. بتعمل كولونايز فين؟ نفتكر ترايكومينس فاجينالس بتحب الميكوزا. ترايكومينس فاجينالس بتحب الميكوزا، فبالتالي بتروح للميكوزا الابيسيليال سيرفيس بتاعه مين؟ بتاعه اليوروجينيتال تراكت. يبقى بتروح للميكوزا الابيسيليال سيرفيس بتاعه مين؟ اليوروجينيتال تراكت. يعني ممكن تروح للريسبيراتوري تراكت، اه ممكن، بس احنا دلوقتي احنا في الميديول ايه؟ موديول الريسبيراتوري، موديول الريبرودكتيف. فبالتالي هتروح فين؟ هتروح للميكوزا الابيسيليال سيرفيس بتاعه اليوروجينيتال تراكت بتاعت الفيميل والميل. طب هتروح للفيميل في انهي حته؟ هتروح لها في الفاجينا. طب بتروح للميل البروستات جلاند. يبقى احنا عرفنا النقطه دي. طيب هي انهي بي اتش بتكون مفضله بالنسبه لها؟ هل بتحب البي اتش بتاعت الفاجينا اللي هي الاسيديك؟ لا، هي بتحب اللي هي ليس اسيديك اند مور الكالاين، اللي هي بتكون البي اتش اكتر من كام؟ البي اتش بتاعتها اكتر من 5. بس اهم حاجه نبقى عارفين اللي هي مش شبه البي اتش خالص بتاعت مين؟ هي مش شبه البي اتش بتاعت الفاجينا اللي هي كانت كام؟ اللي هي كانت من 3.8 لحد كام؟ لحد 4.5. ده النورمال ايه؟ نورمال فاجينال بي اتش. تمام جدا. طيب احنا دلوقتي بنقول في الفيميل، في الفيميل الترايكومينس فاجينالس بتتغذى على ايه؟ عشان احنا عرفنا في الفيميل بتروح للفاجينا، فطبيعي تتغذى على الميكوزا سيرف، عشان هي بتحب تقعد في الميكوزا فهتتغذى على الميكوزا سيرف. وكمان احنا عارفين في الفاجينا بتكون اسيديك ميديا. طب بيكون اسيديك ازاي؟ عشان هي بيبقى فيها بكتيريا مخصصه اللي هي بتبدا تاكل مين؟ بتبدا تكسر اي جلايكوجين عندها وتحوله للاكتيك اسيد. فهو نفس الفكره، بتاكل البكتيريا دي كمان. وكمان احنا بنبقى في خلايا مناعيه موجوده في الفاجينا عشان تحميها من اي بكتيريا اللي هي تروح تعمل انفكشن، فهي كمان بتاكل كمان البكتيريا، بتاكل بكتيريا وتاكل كمان الخلايا المناعيه دي اللي هي اليوكوسايت. يبقى احنا في الفيميل ايه اللي بيحصل؟ ترايكومينس فاجينالس بتتغذى على الميكوزا سيرفيس، بتتغذى على البكتيريا، بتتغذى على اليوكوسايت. تمام. طيب بالنسبه للميل، الميل بتتغذى بس على الميكوزا سيرفيس عشان هو ما عندوش بكتيريا ولا عنده اليوكوسايت، فبالتالي بيتغذى على الميكوزا سيرفيس بتاعت مين؟ بتاعت البروستات، عشان احنا عارفين اللي هي بتصيب مين؟ بتصيب البروستات بالنسبه للميل. تمام جدا. بالنسبه للميل والفيميل
ممكن تروح تعمل باراستايز في اليوريثرا. احنا عارفين اليوريثرا ممكن تروح تعمل ايه باراستايز فيها، اللي هي تعمل مستعمره فيها، فممكن تريبروديوس عن طريق ايه؟ عن طريق الباينري فيشن، الانشطار، اللي هي بتبقى كده وتتقسم نصين وتدينا اثنين، ممكن كده تتقسم اثنين وتدينا اربعه وهكذا، تمام؟ دي اسمها باينري فيشن. تمام جدا. طيب مين هي الانفكتيف ستيج معانا هنا؟ لازم عارفين الانفكتيف ستيج هي تروفوزويد. يعني الانفكتيف ستيج بتاعتنا هي مين؟ تروفوزويد. يبقى احنا عرفنا ترايكومز فاجينالس فري ممكن تعمل كولونايز، بتحب الميوكوزا، وبالنسبه للفيميل بتروح للفاجينا، وبالنسبه للميل بتروح البروستات جلاند، بتحب البي اتش بتاعتها بتكون لسه اسيدك ومور ايه وايفن الكلاين شويه، البي اتش اكتر من 5، اهم حاجه مش بتكون شبه خالص ايه البي اتش بتاعت الفاجينا. في الفيميل بتاخد ثلاث حاجات، الميوكوزا والبكتيريا واليوكوسايتس. طب وبالنسبه للميل؟ الميل بتروح للبروستات الميوكوزا بس، الميوكوزا سيرفس. طب والاثنين ممكن تروح لليوريترا، بتعمل ايه؟ بتعمل كولونايز فيها والبارسايز هناك. تمام جدا. وبتنقسم عن طريق باينري فيجن. مين هي الانفكتيف ستيج؟ هل السيست ولا تروفوزويد؟ تروفوزويد، عشان هي ما عندهاش اي سيست خالص. طيب بعد كده ايه هي الموت اوف انفكشن؟ الموت اوف انفكشن اللي هي السكشوال، اول حاجه يا اما تتنقل سكشوال انتركورس زي ما احنا سائلين عن طريق سكشوال اكتيفيتي، تاني حاجه ممكن تتنقل عن طريق الحاجه الرطبه، يعني مثلا دام بتاولز او اندر كلوزز، يعني مثلا فوط، الفوط الرطبه، الاندر كلوزز لو كان رطب شويه ممكن تفضل عايشه فيها، اللي هي مويست انفايرمنت ممكن تفضل عايشه فيها وتبقى فيها اي نوع اللي هو الفلاجيليت تروفوزويت، ممكن تسرفايف ايه في الحاجه الرطبه، بتحب الحاجه الرطبه شويه، لكن هي المفروض بره ما بتعيش، تمام؟ لكن في المناطق الرطبه شويه اللي هي مويست انفايرمنت زي مثلا فوطه رطبه او كان اندر كروز رطب شويه، فبتعيش فيها الفلاجيليت تروفوزويد. يبقى دولت الطريقتين، وده رير جدا اللي هو يحصل عن طريق الفوطه الرطبه ده خالص، لكن اكتر بالسيكشوال انتركورس. البي اتش اللي بتفضلها زي ما احنا قلنا سلايت الكالين اور اسيديك، ما بتحبش مش زي ما بتحبش تعيش خالص في النورمال بي اتش بتاعه الفاجينا، الهيلثي فاجينا اللي هي كانت من 3.8 ل 4.5 ما بتحبش تعيش فيها خالص. تمام. يبقى احنا كده خلاص عرفنا المود اوف انفكشن. طيب الباثولوجي بتعمل باثولوجي ازاي؟ اي حاجه، اي بارازايت بيروح يعمل ايه؟ هيقعد ياكل في الميوكوزا ويقعد يعمل ويقعد يكسرها وكده، طبيعي هيعمل انفلاميشن، في طبيعي هتعمل اكيوت انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن هو لما بيحصل انفلاميشن جامد بيحصل ديسشارج، فبيحصل عند الفيميل فاجينال او يوريثرال ديسشارج. طب بالنسبه للميل هيحصل عنده فاجينا؟ لا، هيحصل عنده يوريثرال ديسشارج بس. يبقى احنا كده اول حاجه نتيجه الانفلاميشن حصل ديسشارج. تمام جدا. تاني حاجه عايز اتكلمكم عنها، 70% من اللي بيجي لهم الانفكشن ما بي dont have any signs or symptoms، يعني معظمهم ما بيجي لهمش اي اعراض او اشارات اصلا، يعني ما بيجي لهمش signs او symptoms اللي احنا نلاحظ عندهم اللي هم تريكومنس فاجينالس. هم بيجي لهم ساعات اللي هو عندهم ايه، ممكن 70% ما بيجي لهمش، و30% اللي ممكن يجي يقول لي احنا بنشتكي من عندنا acute inflammation، acute inflammation عمل discharge vaginal discharge او ايه او urethral discharge. تمام. طيب ايه الكلينيكال مانيفيستاشن اللي معانا دلوقتي؟ الكلينيكال مانيفيستاشن قال لنا 40% من انفكتد وومن بيجي لهم اكيوت انفلاميشن في الفاجينا. فبيكون عندهم ازاي؟ احنا دلوقتي هنتكلم عن شكل الفاجينا، اللي هي بيكون اهم حاجه عندهم ديسشارج. الديسشارج اللي بينزل منهم بيبقى عنده يلوش جرين فروسي بيورولنت ديسشارج، يلوش جرين اللي هو اصفر مخضر زي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي، تمام؟ وبيكون فروسي اللي هي فيه فقاعات زي ما احنا شايفين، بيورولنت عباره عن صديد بس ديسشارج، يبقى في يلوش جرين فروسي بيورولنت ديسشارج، ودي حاجه كاركترستيك جدا اي كيس، تمام؟ بيكون عندها يورينري irritation to شوية طبعا ايه irritation في اليورينري تراكت. ليه؟ عشان هي راحت ممكن تروح عملت اليوريثرا، راحت عملت مشاكل في اليوريثرا، بيكون عندها فريكوانسي فريكوانسي في اليورينيشن وهكذا. يبقى احنا عرفنا دولت لو حاجات 40% من انفكتد وومن بيجي لهم انفلاميشن اكيوت انفلاميشن في الفاجينا، تمام؟ وعرفنا دولت بيجي لهم ازاي، بتيجي العينه تشتكي من ايه. تمام. طيب بالنسبه للفيميل، الفيميل احنا عارفين بتصيب الفاجينا، فبالتالي هتكلم على الفاجينا الميكوزا والفاجينا الديسشارج. اول حاجه الفاجينا الميكوزا زي ما انتم شايفين كده بنلاقيها ايه؟ بنلاقيها عندها هايبرميك محمره، وبنلاقي فيها شويه التريشن زي ما انتم شايفين، بيكون حمراء جدا بسبب اكيوت انفلاميشن، بنلاقي فيها شويه ايه، شويه خلايا وقعت او اتاكلت زي ما حصل عن طريق ايه، عن طريق البارازايت، وبالتالي عامله التريشن. طيب بالنسبه للفاجينال ديسشارج احنا سايلين عليه يلوش جرين اصفر مخدر، فيها فروسي، فيها فقاعات، بيورولنت ديسشارج. تمام. يبقى احنا كده خلاص عرفناه، بيكون عندها شويه فريكوانسي من الميكتيوريشن، فريكوانسي في الميكتيوريشن عايزه ايه، عايز تروح تويليت كتير، وكمان عندها ديسيوريا. ليه ديسيوريا؟ عشان احنا عارفين لو حصل انفلاميشن في اليوريثرا فبالتالي بتبدا تضايق، عشان حصل كونجيشن وديما بالتالي بتبدا تضايق، فيحصل عندها ديسيوريا، وعندها فريكوانسي في الميكتيوريشن عشان خاطر ممكن تكون وصلت للايه، للبلادر. تمام. ممكن بيبقى عندها ممكن تعمل ادفيرس اوت كام، يعني نتائج سلبيه اكتر مع البريجننسي والبريماتور ليبر. تمام. تمام جدا. طيب بالنسبه للمان، المان هو بيكون اسيمبتوماتيك في البدايه، ممكن يروح لليوريثرا بيعمل يوريثرايتس، اليوريثرايتس طبيعي هو حصل انفلاميشن في اليوريثرا فيحصل ديسشارج، تمام، اللي هو اليوريثرال ديسشارج، وممكن يحصل طبيعي انفلاميشن كتير جدا فبالتالي يعمل كونجيشن وديما، فبالتالي يحصل ايه، يحصل ديسيوريا، تمام، في اليوريثرا. تمام. يبقى احنا قلنا يوريثرايتس، حصل انفلاميشن في اليوريثرايتس وعمل عمل ايه، عمل ديسيوريا، عمل ديسشارج كمان يوريثرال ديسشارج، عمل بروستاتيك انلارجمنت، عمل ايه، كبر في البروستات، ليش؟ احنا عارفين اللي هي بتروح تسيب البروستات ميوكوزا، بالتالي عامل بروستات انلارجمنت. ليه بروستات انلارجمنت؟ عشان بلاد فيزلز بقت مليانه هنا جدا وبقت تنزل الديما كتير، فبالتالي عملت بروستاتيك انلارجمنت. ممكن تعمل انفلاميشن كمان في السمنال فيسكل، مش هتسيب السمنال فيسكل، يبقى راحت للبروستات وراحت للسمنال فيسكل، وما ننساش كمان اللي هي عدت هنا على اليوريثرا، تمام، اليوريثرا اللي كانت هنا
وهي صابت اليوريس عدت على البروستات عملت على انفورميشن في السيمينال فيسكل. ممكن كمان يزيد الريسك للانفكشن مع اللي عنده هيومن اميونو ديفيشنسي فايروس الاتش اي في، فبالتالي بيكون اصعب. وكمان ممكن تعمل نتائج سلبيه اكتر مع البريجننسي، يعني يعمل مشاكل مع البريجننسي اللي هو ما يكونش احسن حاجه. تمام، يبقى احنا كده خلاص خلصنا التركونس فاجينالس كلينيكال مانيفيستاشن، واهم حاجه عرفنا ايه اللي بيحصل في الفيميل وايه اللي بيحصل في الميل. نحاول نرتبها كده: فيميل فاجينا، فاجينا ميكوزا، فاجينا ديسشارج، ميكتيوريشن وديسيوريا. طب الميل اول حاجه اسيمبتوماتيك، بعد كده حصل يوريترايتس يبقى ديسيوريا يبقى ديسشارج، وما ننساش البروستات حصل فيها انلارجمنت، ما ننساش السيمينال فيسكل، وهتسوق لو حصل عنده اتش اي في. يبقى احنا كده خلصنا خلاص الكلينيكال مانيفيستاشن. طيب ايه دايجنوزس؟ التشخيص بتاعه يا اما شوف كلينيكال دايركت او اندايركت. كلينيكال كان عنده ايه؟ كان عنده فاجينا ديسشارج، اللي هو الفاجينا ديسشارج ده كان لونه ايه زي ما احنا سايلين، يولوش جرين فروسي بيورينال ديسشارج. تمام. طيب دايركت، دايركت انا بشوف البارازايت ذات نفسه، فبالتالي بندور على ايه؟ دايركت مايكروسكوبيك اكزامينشن، انا بشوفه تحت الميكروسكوب دايركت. تمام. اللي انا بشوف ايه؟ بشوف الفاجينا او اليوريترال ديسشارج. عايز ادور على ايه؟ عايز ادور على التروفوزويت. يبقى التروفوزويت اللي موجوده فين؟ موجوده في الفاجينا او اليوريترال ديسشارج. تمام، ده بشوفه دايركت مايكروسكوبيك اكزامينشن. في حاجه اسمها ويت بريبريشن مايكروسكوبيك اكزامينشن. الويت بريبريشن ده انا باخده على طول، بحط نقطه ميه وبشوفه قبل ما يجف، قبل ما يحصل دراينس للايه، قبل ما يحصل دراينس للديسشارج ده. فانا لازم اشوف ايه؟ بشوف موتايل تروفوزويد شبه دي بالظبط، شايفين عامله شبه الكوميتري. موتايل تروفوزويد عند موجوده ما بين خلايا البسلز دي، دي المفروض، دي المفروض دايركت. تمام. لكن الويت اللي هي بيكون فيها خلايا ايه؟ بسلز، لكن هنا مش باينه. المفروض يبقى هي بتكون موتايل، موتايل تروفوزويد. تروفوزويد بيتحرك ما بين خلايا البسلز. ليه خلايا بسلز؟ عشان احنا عارفين ان احنا واخدينه من ديسشارج. الديسشارج ده كان بيورلنت ديسشارج، فهو بالتالي بنسميها ايه؟ بنسميها اللي احنا بنقول عليها يلوش جرين فروسي بيورلنت ديسشارج. فهي لازم ده بنسميها ويت بريبريشن عشان بحط نقطه ميه وبشوفها على طول، فبالتالي موتايل تروفوزويد ما بين الايه؟ خلايا البصل. يبقى يا اما اعمل دايركت يا اما اعمل ويت بريبريشن. ثالث حاجه اعملها كالتشر. الكالتشر اللي هي المزرعه، انا هاخد بنزرع الديسشارج في على سبيسيفيك ميديم، ميديم محدده. هل حددناها؟ لا، هنا ما حددناهاش. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الدايركت. يبقى كلينيكال ودايركت. ان دايركت اللي انا بشوف على ايه؟ الانتي بودي، لكن ما اتكلمناش هنا عنها خالص. طيب ايه العلاج ازاي؟ يبصوا انا عالج سيستميك لا لوكال، ترايكومنس فاجينالس لا سيستميك لا لوكال. سيستميك احنا عارفين اي حاجه سيستميك اللي بيوصل لكل كل مصر مثلا المترو، فبنديله بنديله ايه؟ مترو نيدازول، مترو نيدازول. طيب او ممكن اي حاجه من عيله زول. تمام. فبالتالي ممكن نديله مترو نيدازول، والنسبه دي الدكتوره مأكده عليها اللي هو 400 ملي جرام 3 مرات في اليوم لمده 7 ايام. دي معناها 3 مرات في اليوم. تمام. يبقى 400 ملي جرام 3 مرات في اليوم لمده 7 ايام، ده مترو نيدازول. تينيدازول، تينيدازول اللي احنا بنديله 2 ملي جرام 2 جرام سوري سنجل دوز، سنجل دوز جرعه واحده، او سكينيدازول، سكينيدازول 4 حبات 2 جرام مره واحده. تمام. يبقى احنا كده خلصنا السيستميك. طب اللوكال، اللوكال احنا بنديله اول حاجه بنديله سوري اللاكتيك اسيد دوش. يقلك ايه هو اللاكتيك؟ او نديله عادي اللاكتيك اسيد دوش، اللي يعني ايه؟ احنا بنديلها اللي هو غسول، غسول بيكون عباره عن لاكتيك اسيد، عشان احنا عارفين الفاجينا دلوقتي بقت ليس اسيدك، فاحنا محتاجينها اللي هي ممكن تكون مور اسيدك، فبالتالي عشان تقدر تموت البارازايت وتموت البكتيريا اكتر وما يحصلهاش كولونايزيشن وهكذا. تمام. يبقى احنا بنديلها لاكتيك اسيد دوش، وبنديلها كمان اللي هو مترو نيدازول فاجينال انسرت اللي هي تاخده عن طريق الفاجينا، نديلها مترو نيدازول. مترو نيدازول ماشي سيستمك وماشي لوكال. تمام. طيب واحنا بنعالج هنا السيكشوال، السيكشوال بارتنرز. لو احنا لاحظنا ده على الفيميل لازم نعالج جزء حتى ميل، حتى لو ما عندوش اي لو كان اسيمبتوماتيك حتى لازم نعالجه برده. تمام. طيب نعمل كنترول ازاي؟ اللي احنا طبعا نحافظ على الهيلثي، هيلثي هابيتس وهيلثي اديوكيشن وكل الكلام ده. تمام. احنا كده خلصنا الحمد لله ترايكومنس فاجينالز. بعد كده تاني واحده هنتكلم عنها سيركوبتس سكابيوي. السيركوبتس سكابيوي ليها اسم تاني اسمه اتشينج مايت. اسمه ايه؟ اتش مايت، اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ اللي هي بتبقى عباره عن اللي بتعمل مرض الكرب اللي هو بنسميه السكيبس. دي من ضمن عيله الارثروبود. تمام. طيب يبقى هي بتعمل عن مرض السكيبس. حلو جدا. شكلها زي ما احنا شايفين هي بتكون صغيره جدا، بتكون شكلها بيضاوي، بيبقى هنا عندها على ليها عيون. الدكتوره مأكده على النقطه دي. ايليس مايت، ايليس مايت اللي هي ملهاش عيون، هي مايت ما بيكونش عندها اي عيون خالص، يبقى هي صغيره اوفل ملهاش عيون، بتكون فوق كده كونفكس دورزلي كونفكس توب فينترال فينترال فلات. تمام. طيب الميل بتاعتها بتكون اصغر من الفيميل، الفيميل دايما اكبر، الفيميل دايما اكبر. الفيميل بتكون من 350 زي ما احنا شايفين. طب والميل من 200 ل 250 مايكرو متر. تمام. يبقى احنا كده خلصنا المورفولوجي. طيب بعد كده هتكلم عن المود اوف انفكشن بتتنقل ازاي. المود اوف انفكشن يا اما دايركت كونتاكت يا اما لبس دايركت كونتاكت اللي هي راحت سلمت على حد او اللي هو في كونتاكت، او مش لازم سلمت، في كونتاكت تواصل كامل مع الانفكتد بيرسون اللي هو كان عنده اساسا مرض الجرب ده، او كلوزنج لبست لبس حد، او بيدنج نامت في مكان حد. تمام. تمام جدا. ده كله بيعمل سبريدنج. كمان رقم 4 سكراتشنج اند مانوال ترانسفير. يعني ايه سكراتشنج اند مانوال ترانسفير؟ اللي هي مثلا تحك في منطقه وتكون جايه نقلها في حته ثانيه في جسمها هي، دي اسمها ايه؟ اللي عملت سكراتشنج وكمان نقلتها مانوال ترانسفير، نقلتها بنفسها. تمام. باي انفكتد، باي افكتد انديفيدجوال، بالافراد اللي هم مصابين اصلا. يبقى احنا قلنا اول حاجه
دايركت لا كلوزنج لا بيدنج لا سكراتشنج. طيب ده بعد كده احنا بنقول الباثولوجي ايه. هو الباثولوجي اللي بتعمله احنا خلاص كده المود اوف انفكشن. طب الباثولوجي اللي بتعملها الفيميل طبعا هي اللي بتعمل كل المشاكل تمام. الميل خلاص اللي هو الميل من المايت دي مات. احنا بنركز دلوقتي على الفيميل اللي هي الحشره الفيميل. الفيميل بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تعمل بورو تانلز، بتبدا تعمل بتعمل انفاق كده في الجلد. فانهي جلد بالظبط؟ في طبقه الابيديرمس. احنا عارفين الجلد بيبقى عباره عن ابيديرمس وديرمس. هي بتعمل انفاق في طبقه الابيديرمس. فاني جلد في سين سكن. اهم حاجه الجلد اللي بيكون سين سكن رفيع جدا وبيكون رينكلد المجعد زي بالظبط اللي هي ما بين الفينجرز ما بين التوز في الاكزيلا في الجينيتاليا كل الكلام ده تمام. وطبعا السايتس مهمه جدا عشان لو جت لنا كيس تمام. حلو جدا. طيب هي الانفاق دي بقى بتكون باينه ازاي؟ بتبان كانها تورشوس جراي لاين طولها حوالي 20 ملم. نركز كده هي بتكون عباره عن ايه. هي بتبقى عباره عن هي خط معرج كده لونه رمادي على الجلد. انا بشوف كده خط معرج لونه رمادي على الجلد لونه طوله حوالي 20 ملم تمام جدا. احنا بقى زي ما انتم شايفين هي ماشيه هنا في طبقه الابيديرمس. طول ما هي ماشيه بتفضل تحط بيض. فالبيض ده بيبدا يحصل له هاتشي فرقه من 3 ل 5 ايام من حطه تمام. اللارفا بتبدا تكبر وتخرج وتبدا ايه تعمل انفاق تانية وتمام. ولحد ما توصل لمرحله الماتيور خلال 14 يوم عشان خاطر تبقى ماتيور شبه اللي ماشيه دي توصل لحد 14 يوم. يبقى احنا عرفنا اهم المشاكل كلها مع الفيميل بتعمل انفاق وايه وتبقى تروح على اهم حاجه للسكن سين سكن والرينكلد سكن. وعرفنا بتوين فينجرز والتوز والاكزيلا والجينيتاليا تمام. وعرفنا الانفاق بتكون شكلها عامل ازاي. بتكون تورشوس وجراي لاين وبتكون حجمها طولها 20 ملم. الايج بتهاتش من 3 ل 5 ايام. ممكن ارقام مهمه تمام. الايج بتهاتش من 3 ل 5 ايام وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم وتوصل للماتيور خلال 14 يوم تمام. احنا كده خلصنا الايه خلصنا المود اوف انفكشن والباثولوجي اللي بتعملها. طيب الكلينيكال مانيفيستاشن العيانه دي هتيجي تشتكي من ايه؟ اول حاجه بسبب الاكتيفيتي والسكريشنز الكتيره اللي بتفرزها المايت دي فبتبدا تعمل ايه عندها اتشنج جامد انتنس اتشنج بتحك جسمها جامد جدا في الافكتد ارياز في المناطق المصابه. امتى وبيزيد امتى اكتر؟ بيزيد اكتر في بالليل نايت. ليه بتحب النايت؟ عشان هي لما بتدفى اول ما الجسم بيدفى كده هي بتبدا تعمل انفاق اكتر وتبدا ايه تعمل سيكريشنز بتاعتها اكتر وكل حاجه بتزيد عندها بالليل. يعني الاكتيفيتي بتاعت الماي دي بتزيد بالليل. هي تعمل انفاق اكتر وتفرز حاجات اكتر بالليل وبسبب الاكتيفيتيز والسيكريشنز دي بتعمل عندها عند الشخص ده او الطفل ده انتنس اتشنج تمام. حكه عاليه جدا في الافكتد ارياز اللي احنا قلنا عليها مره فوق تمام في الاماكن المصابه اللي هي بتوين فينجرز بتوين توز وكمان في الجينيتاليا والاكزيلا. طيب في بنلاقي كمان فيري سمول فيزيكلز زي ما احنا شايفين فيزيكلز بتكون صغيره جدا بتكون موجوده على الجلد. ليه المكان ده؟ الفيزيكلز دي مكان دخول المايت مكان دخول المايت للجلد. فهي دي اللي بتعمل ايه فيزيكلز صغيره جدا على السكن سيرفيس. ثالث حاجه طبعا بسبب الانتنس اتشنج الحكه الكبيره دي فبتبدا الشخص ده يعمل سكراتشنج او الطفل ده يعمل سكراتشنج جامد جدا. فنتيجه السكراتشنج ده بيبدا يعور نفسه فبيحصل ايه بيحصل بليدنج نزيف. طيب والبليدنج ده بيبدا يكون سكاب فورميشن. سكاب فورميشن عارفين لما نهرش جامد جدا ونعمل حاجه نعمل تجمع دموي كده فهي بتبقى عامله زي حاجه مقشره كده اللي هي السكاب فورميشن عباره عن تجلط. هي بالظبط كده دي اسمها سكاب فورميشن. يبقى عملت سكراتشنج وبليدنج وعملت سكاب فورميشن. احنا ليه واخدين هنا؟ عشان هي ممكن تعمل في منطقه الجينيتاليا عشان دي رينكلد اند سين سكن. اوكي تمام جدا. يبقى احنا عرفنا اول حاجه انتنس اتشنج بعد كده عرفنا ان هي بتعمل ايه فيزيكلز وبعد كده بليدنج وسكاب فورميشن بس كده. لا نتيجه البليدنج الحاصل الوحيده مفتوحه كده في الجلد بيبدا يجي عليها سكندري بكتيريا انفيكشن. يجي بكتيريا انفيكشن سكندري يعمل انفيكشن اكتر تمام. طيب اللي بيحصل مشاكل في السكن دي بسبب ايه؟ بسبب ديلي تايب هايبر سنسيتيفتي رياكشن. بسبب اي نوع من هايبر سنسيتيفتي ده ممكن يجي سؤال ام سي كيو اكيد. ديلي تايب هايبر سنسيتيفتي رياكشن اللي هو بيعبر عن تايب 4 هايبر سنسيتيفتي تمام. يبقى ده مهم جدا وهالسؤال جاي ان شاء الله في الامتحان. اوكي طيب نكمل. ايه دايجنوستس نشخص ازاي؟ زي ما احنا عارفين كلينيكال دايركت اندايركت. الكلينيكال هو بيبقى عباره عن ايه؟ لو مثلا الشخص ده جاي لي باد هايجين مثلا مش منظف او مش هو نظيف اصلا تمام. رقم واحد. رقم اتنين اللي هو انتنس اتشنج انا شايفاه شغال يحك جسمه جامد في الافكتد اريا زي اللي هو بتوين فينجر زي التو زي الاكزيلا زي الجينيتاليا وبيزيد كمان. بيقول لي ده بيزيد كمان بالليل يا دكتور فانا خلاص عرفت تمام. يبقى احنا باد هايجين وانتنس اتشنج وكمان عنده فيري سمول فيزيكلز صغيره جدا على جلده كده على سطح جلده وكمان في تورشوس جراي لاين. يعني جراي لاين خط كده تورشوس معرب وطوله 20 ملم صح عشان احنا عارفين اللي هو اطول حاجه فيه 20 ملم. فانا عارفه اللي هو دي الانفاق اللي معاملاها مين اللي عاملاها الفيميل مايت. يبقى احنا ده كله كلينيكال بعناية من غير ما اختبره من غير ما اعمل اي حاجه انا عرفته. طيب الدايركت بعمل ايه بقى؟ الدايركت اللي انا باخد الهاند لينس اللي هي العدسه المكبره بايدي كده تمام وببتدي اشوف السكن سكن سيرفيس سطح السكن. فالمفروض الاقي ايه البورز اوف ذا مايت يعني ايه الانفاق بتاعه المايت المفروض اشوفها تمام. يبقى انا لو مسكت الهاند لينس وبشوف على الجلد بتاع الشخص ده فالمفروض الاقي ايه الاقي البورز اوف ذا مايت. ده رقم واحد. رقم اثنين بلاقي السكرابنج باخد السكراب كده باخد مسحه
تمام من السكين ريجون، من منطقه السكين، وبعد كده بكون جايه منظفاها كليرد باي 1 اور 2 دروبز من البوتاسيوم هيدروكسيد، يبقى بحط عليه ايه؟ بوتاسيوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد كي او اتش، تمام حلو جدا. بنحط عليها بوتاسيوم هيدروكسيد، ممكن بعد كده بغطيها بالايه، بالسليب، الغطا بتاع الايه ايه بتاعه الميكروسكوب عادي، وبعد كده اختبره. فطبيعي هلاقي مين؟ هلاقي المايت. يبقى انا كده شفت ايه؟ المايت. يبقى يا اما اشوف البوروس بتاعه المايت، يا اما بالهاند لينس، يا اما اعملها ايه، اعمل لها الخطوات اللي احنا سايلين عليها عشان اشوفها ايه، بستخدم بوتاسيوم هيدروكسيد وكل الكلام ده عشان اعمل لها اشوفها ايه، اشوف المايت ذات نفسه. احنا كده خلصنا كلينيكال ودايركت. يا اما اندايركت اللي انا ادور على الانتي بودي، وده برده مش ذاكرينه هنا. اعالج بايه؟ اعالج بليلي. يبقى هعالج هنا بليلي، اول ال اللي هو لندان. اللندان ده بيبقى عباره عن لوشن، تمام، مش نافع خالص، نوت ريكومندد، نوت ريكومندد لواحده بريجننت او واحده لاكتيتنج، يبقى واحده حامل او واحده بترضع ما ينفعش اديها اللندان خالص. ال ممنوع، ممنوع، تمام، يبقى اللندان ممنوع، تمام. طيب الايليمايت، وده خدوا بالكم كان لوشن، ال مع اللوشن، اوكي. الاي ال بقى اللي بعديها اللي هو الايليمايت. الايليمايت ده بيبقى عباره عن فيه نسبه بيرمسرين، بيرمسرين كريم. بيرمسرين ده بيكون ايه؟ نواديز بنستخدمه في الايام دي، وبيكون بيستخدم مع ريزيستنت كيسز، الحالات الايه المقاومه، يعني في حالات بتبقى مقاومه للعلاج فاحنا بنديها الايه؟ الايليمايت، تمام. طيب ايه الاخيره اللي هو اليوراكس؟ اليوراكس ده اهم حاجه، مفضل مع الاطفال، مع البيدياتريكس، بيستخدم مع البيدياتريكس، بيدياتريكس يعني الاطفال، مع التشيلدرن اهم حاجه لمين؟ الايوراكس. اليوراكس ليه نفتكرها بحرف الاكس؟ الاكس عارفين الاطفال بيلعبوا اكس او، فبالتالي بنفتكر الاكس اللي هي مع الايه، مع الاطفال، عشان مع التشيلدرن يعني. بيبقى في منه كريم وفي منه لوشن. يبقى هو ليلي اللي بنعالج مين؟ بنعالج السكيبس. احنا كده خلصنا تاني واحده. تالت واحده معانا باذن الله اللي هو بنسميها سايرس بيوبس، او بنسميها كراب كراب لاوس، او بنسميها بيوبيك لاوس. طيب تعالوا بنقول سايرس بيوبس، تمام، البي اتش ما بتتنطقش، بنقول سايرس بيوبس او كراب لاوس. كراب لاوس اللي هو املت ايه، امله عامله زي السلطعون كده، او بيوبيك لاوس اللي هو امله بتاعت ايه، امله اللي بتروح للبيوبيك هير، تمام، زي ما احنا في امل موجود في الايه، في الهير الطبيعي، لا في امل كمان موجود في البيوبيك هير، تمام. يبقى ده ايه؟ ده سايرس بيوبس. طيب احنا عايزين نشوف المورفولوجي بتاعها، زي ما احنا شايفين صغيره جدا، حجمها 2 ملم. شايفين دول حجمها كام؟ 15 ل 15 ل 20 هنا، من 350 ام 330 450 كبار، لكن دي حجمها 2 ملم، صغيره جدا ما بنشوفهاش اصلا، اوكي تمام جدا. بتكون تورتل شيب، شكلها شبه السلحفه، وليها اسم تاني ليها شكل تاني، كراب لايك ابييرنس، تمام. يبقى اول حاجه تورتل شيب شبه السلحفه، عارفين شكل السلحفه، تمام، هي بتكون شكل السلحفه، عندها هيد واي وابدومين. الهيد بتاعها زي ما انتم شايفين ريكتانجولر هيد، الهيد بتاعتها ايه؟ مستطيله، تمام، وبيكون عندها الابدومين متقسم لايه؟ سيجمنتد كده. السيجمنت دي انديستينكتلي مش شايفينها قوي، بتكون شورت 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 انديستينكتلي سيجمنتد ابدومين. الابدومين بتاعتها بتكون صغيره كده، وبتكون قصيره يعني، وبتكون انديستينكتلي سيجمنتد، يعني هي متقسمه لكن احنا مش ظاهره قوي، تمام. طيب بيبقى في بروسس كده زي ما احنا شايفين، بيبقى ايه؟ لاترال ايه؟ لاترال برومينانت بروسس، بروسس كده ايه يعني، زي حاجات طالعه كده، بروسس طالعه منها. يبقى نقول تاني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنقول ايه؟ بتكون صغيره جدا 2 ملم، ليها هيد، الهيد ريكتانجولر، وليها ابدومين، الابدومين انديستينكتلي سيجمنتد، وبتكون قصيره، بيبقى تخرج منها شويه لاترال بروسس بس كده. لا ليها الارجل ادو، زي ما شايفين الليج، الليج بيبقى اهم حاجه بتنتهي بايه؟ بهيفي كلوز، كلوز اللي هو ايه؟ مخالب، تمام. يبقى احنا عرفنا اللي هي ليها شكلين، يا اما ترتل شيب او كراب لايك ابييرنس. اهم حاجه نفتكر كراب، كراب اللي هو شبه مين؟ شبه السلطعون. مين اللي كان شبه السلطعون؟ اللي هو سايرس بيوبس، دي اهم كلمه، تمام. طيب بعد كده الفيفوريت لوكيشن بتاعتها اللي هي سايرس بيوبس، بتحب ايه؟ بتحب البيوبيك هير، بتحب البرينيال، البيري انال، البيري انال حوالين منطقه الانال كانال، تمام. طيب وبتحب الاكزيلري، وبتحب الشست، وبتحب البادي هير، وممكن تروح للاي لاش، ممكن تروح للاي برو، الاي لاش اللي هو الرموش، وممكن تروح للاي برو الحواجب، كل الكلام ده. بس اهم حاجه ما بتروحش للايه؟ للفيس هير او الهير الطبيعي، ده ما بتروحلوش خالص، تمام. يبقى هنا بتروح بس الاي لاش والاي برو، لكن ما بتروحش للهير الطبيعي، اوكي، او الهيد هير يعني معنى صح. طيب بعد كده عايزين نتكلم على المود اوف انفكشن، بتتنقل ازاي؟ اول حاجه اما سيكشوال، وده ليس فريكوينتلي اصلا، يعني هو سيكشوالي وليس لا هو سيكشوالي اهم حاجه، اللي هو سيكشوال ريليشن اهم واحد. ليس فريكوينتلي هم مين؟ اللي هو التويلت سيتس مثلا، السيتس بتاعت التويلت او الكلوزنج، لو حد بيلبس لبس حد، او البيدنج، حد بينام مكان حد، دولت ليس فريكوينت خالص، اللي هو التويلت سيتس والكلوزنج والبيدنج. لكن اهم واحد اللي هو ايه؟ السيكشوال، عشان احنا عارفين في ميديولر برودكتيف طبيعي سايرس بيوبس اهم حاجه سيكشوال، والباقي ايه؟ بيكون ليس. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن ايه؟ كلينيكال مانيفيستاشن، الاعراض اللي هيجي بيها ايه، الاعراض او اللي هتيجي بيها ايه. اهم حاجه اللي هو نوت ترانسميتد اني ديزيز، يعني مش زي اي حشره تانية او اي حاجه تانية كانت، يعني الامن مثلا، الامن بتاع الراس كان بينقل بين الامراض تانية، لكن نعرف هنا اللي هو اللوز مايت، اللي هو بنسميها البيوبيك البيوبيك لوز، سوري مش المايت خالص، البيوبيك لوز. اهم حاجه نعرفها اللي هو السايرس بيوبس ما بتنقلش اي امراض، لا تنقل اي امراض، لكن بتعمل ايه؟ بتعمل اتشنج، بتعمل حكه طبيعي، حاجه غريبه ماشيه في الجسم، فبتعمل ايه؟ اتشنج. اتشنج فين؟ في البيوبيك في الجروين اريا،
وهي موست كومن جدا في الايه، موست كومن سيمتوم اللي هو يجي يشتكي منها، اللي هو عنده ايه، عنده اتشنج في البيوبيك اريا والجروين اريا. ده اهم ايه، ده اهم سيمتوم معانا. بعد كده نتيجه الاتشنج الكبير جامد جدا، طبعا احنا عارفين ان لما حد بيقعد يحك جامد يعمل ايه، يعمل سكراتش، تمام، والسكراتش ده يعمل سورز. ايه هو السورز دي؟ معناها ألسر، يبدا يعمل ايه، قروح كده في الجلد. ومش بس كده، طبيعي في دم خرج يعني، او في جروحات كده موجوده، او جروح انجريز موجوده على الجلد، طبيعي هيجي عليها ايه، بكتيريا، يبقى تعمل ايه، سيكندري بكتيريا انفيكشن للسكن. يبقى احنا كده خلصنا سيمتوم، بيبقى اتشنج وادت للسكراتشنج، ادت للسورز وادت للسيكندري بكتيريا انفيكشن. يبقى احنا لو رتبنا دماغنا هنقدر نفتكر ايه كلينيكال مانيفيستاشن لو جات لنا انيموري. تمام جدا، احنا كده خلصنا الحمد لله سايروس بيوبس. سايروس بيوبس صغيره جدا. اخر واحده معانا في المحاضره اللي اسمها مايزيس. المايزيس يا جماعه اللي هو ايه، التدويد. التدويد هو عباره عن ايه، هو يوروجينيتال مايز. يوروجينيتال مايز ده بيبقى عباره عن ايه، هو عباره عن انفستيشن مش انفكشن. يبقى اليوروجينيتال مايز تدويد في منطقه اليوروجينيتاليا اللي هو ايه، اليورينري تراكت والجينيتال تراكت. هو بيكون عباره عن ايه، بيكون انفستيشن مش انفكشن. انفستيشن هو على السيرفس من بره، مش انفكشن اللي هي عملت ايه، عملت اختراق. تمام، تمام جدا. طيب هو انفستيشن اليوروجينيتال تراكت بالنسبه للميل والفيميل والفيرتبرال انيمال. تمام، بيحصل ايه، بيحصل انفستيشن بمين، انفستيشن بحاجه اسمها ماجوتس. الماجوتس دي عباره عن ديبتران لارفا يعني هي لارفا، لارفا بتطير، ديبتران يعني فلاي، يبقى هي فلاي لارفا. لارفا بعد كده هتكون حاجه بتطير، يبقى هي لارفا اللي بتعمل انفستيشن هي لارفا. لارفا دي بعد كده في المستقبل ان شاء الله هتكون فلاي او فلي، حاجه بتطير. تمام، تمام جدا. يبقى هي بنسميها ايه، ديبتران لارفا، او بنسميها الماجوتس. تمام، الماجوتس بتاعت مين، بتاعت الماسكا، بتاعت الفانيا، بتاعت الايرستالس. الثلاثه دول مهمين، ماسكا، فانيا، ايرستالس. هي بتتغذى على ايه اللارفا دي، اهم حاجه نبقى عارفين اللارفا هي بتتغذى على الديت والليفنج تيشو، يعني التيشو الميت والتيشو الليفنج. وكمان مش بس كده، مش اي مش تيشو بس، لا ده كمان على الليكويد بودي سبستانس، المواد السائله الموجوده في الجسم، وكمان على الانجستد فود والطعام المهضوم. يبقى هي بتتغذى على كل حاجه، عشان كده موجوده في اليوروجينيتال ماي، يوروجينيتال مايز موجوده في اليوروجينيتال تراكت. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه تعريفها، اللي عباره عن ايه، بتصاب بالديبتران لارفا وبيكون انفستيشن. يبقى كلمه انفستيشن مهمه، والديبتران لارفا او الماجوتس مهمه، بتتغذى على ايه برده مهم، التيشو والليكويد والانجستد فود. طيب بعد كده الايتولوجي. الايتولوجي السبب بتاعها بيبقى عباره عن ايه، هو اكس الاكس البيض بتاع بعض بتاع بعض الفليز ممكن يترسب فين، اكسيدنتلي في الجينيتو يورينري اوبننج. طيب هو بصوا كده، هو دلوقتي تيرا مثلا معديه ايا كان، يعني المهم الاجز ايا كان وصل لها ازاي، الاج دي بتبدا يحصل لها ديبوزايت، تترسب بشكل اكسيدنتلي بشكل غير مباشر ومش عارفين السبب، بتروح يحصل لها اكسيدنتلي ترسب في الاوبننج، على الاوبننج كده من بره بتاعه الجينيتو يورينر تراكت. فبالتالي اللارفا بتبدا ايه، تبقى عندها مدخل، هي خلاص البيضه دي فقست واللارفا بدات تتحرك، فاللارفا بيبقى ليها مدخل اللي هي تروح تخش فين، تخش في الجينيتو يورينر تراكت. طيب مين اللي هما المايزز دول، مايزز بتاعه السيكودا، ماشي، سيكودا وميجا سيليا ورسالز والفانيا والبايوفيليا والماسكا. لكن احنا يهمنا مين اللي هما دول، اللي هما الانفيجن اوف ذا لارفا اللي بتحصل عن طريق الثلاثه دول الدكتور ما اكد عليهم، الماسكا والفانيا والرسالز. الرسالز دي ليها اسم ثاني اسمها ريتلد لارفا. يعني ايه ريتلد لارفا، هي لارفا ليها ديل كده شبه الفار. تمام، بس عشان كده بنسميها ريتلد لارفا اللي هو الايرستالس، فيها ار شبه الفار. تمام، ار اللي هو الرات. اوكي، جميل جدا. يبقى احنا كده خلصنا الايتولوجي. الريسك فاكتور هي ايه، هي بتافكت الومن مور كومنلي، طبيعي هو المايز، احنا كل الحاجات بتافكت الومن اكتر حاجه، الفيميل اكتر حاجه، لكن هي المايز مع مين، مع الومن اكتر حاجه. طيب هو ايه السبب بتاعها، ايه او الريسك فاكتورز، اللي هو مثلا ليك اوف اندر وير، تمام، نقص الاندر وير، او سيرفكس كارسنوما، كارسنوما مثلا طالع في سيرفكس، فطبعا مقلل المناعه جدا، فبالتالي ممكن يحصل تدويد في اي لحظه. تمام، معنى صح، اللارفا لقت راحتها، ما حدش مزعله، ما فيش مناعه مضايقاها. تمام، تمام. بعد كده مثلا يوريثرال ستنت اللي هي دعامه في اليوريثرا، مثلا يوريثرال ديستشارج اللي هو لو في ديستشارج في اليوريثرا تفضل موجوده، لو في سيكشوال ترانسميتد ديزيز، كل الحاجات دي ممكن ايه من ريسك فاكتور كويس جدا هو يحصل مايز، يحصل تدويد. تمام، يبقى احنا كده لازم عارفين الريسك فاكتورز عشان ممكن تيجي نمريض برضه. اوكي، طيب ايه الكلينيكال مانيفيستيشن ممكن تحصل، الكلينيكال مانيفيستيشن اول حاجه ممكن تحصل ديسيوريا. تمام، طبيعي هي دلوقتي مايز في تدويد، فبالتالي ضيق الايه، ضيق اليوريثرال ايه، اليوريثرال اوبننج، فبالتالي ممكن او ايا كان اليوريثرال تراكت، فبالتالي عمل ايه، عمل ديسيوريا. بس كده لا، هو كمان طلع لليوريتر، عمل يوريتر اوبستراكشن، يعني هو بس مش في اليوريثرا، لا ده كمان راح لليوريتر، عمل يوريتريك اوبستراكشن، راح كمان للكيدني، عمل لامبر بين، الم في الكيدني. تمام، ممكن كمان ينزل شويه ايه، شويه بلاد، يبقى يعمل مايكرو هيماتوريا. تمام، في اليورين ينزل شويه البومينوريا، مش شويه وايت بلاد سيلز اللي اليوكوسايتوريا. تمام، تمام جدا. طب الاعراض ممكن سبسايد تخف لوحدها بعد ما يتشال، اي ممكن تخف لوحدها، او ممكن تخف بعد ما نشيل ونعمل اكسبيلنج او ريموفل للماجوتس دي. انا شلت الماجوتس دي فخلاص الاعراض خلاص هتخف لوحدها من غير اي حاجه، يبقى انا لو شلت الماجوتس او سبتها ممكن هو يخف لوحده بدون اي حاجه.
لو مجرد ان الريسك فاكتورز اتشالت وما حصلش يعني خلاص خف، فبالتالي خلاص مش هيحصل له ايه، مش هيحصل له ميز تدويل. يبقى لما بيحصل الكلام ده ممكن يجي عليه ايه، يحصل عليه ميز. غير كده لو ما حصلش الكلام ده مش هيحصل ميز اللي هو التدويل. طيب ايه الدايجنوز، تشخص ازاي اللي انا اشوف اللارفا موجوده في اليورين، عشان احنا عارفين موجوده في اليورين تراكت يوروجينيتال تراكت، فبالتالي موجوده في الايه، في اليورين تراكت، فبالتالي لازم اشوف الايه اللارفا موجوده في اليورين. ده رقم واحد. رقم اثنين اللي انا اعمل سايتوسكوبي اللي انا اشوف منظار في البلادر، فبالتالي اشوف اللارفا موجوده، او اعمل بلادر لافاج. البلادر لافاج اللي احنا بنبدا ندخل سائل موجود في البلادر، فبالتالي بيغسل ايه، بيغسل البلادر وينزل اللارفا كلها، فببتدي اشوف اللارفا، وكمان ده بيفيدني في الدايجنوست، وكمان بيفيدني في تريتمنت. دايجنوستس والتريتمنت اللي احنا نعمل بلادر لافاج. يبقى هو يا اما اشوف اللارفا في اليورين، يا اما اعمل سيستوسكوبي، يا اما بلادر ايه، بلادر لافاج. طب اعالج ازاي؟ يا اما اسيبه يخف لوحده زي ما انا قلت لكم ترمينيت سبونتينيوسلي، يخف لوحده، يا اما ابتدي اشيل اللارفا دي، اعمل ريموفال للايه، لللارفا دي، يا اما اديله انتي بايوتيك اللي هو ايه، انتي بايوتيك عشان نمنع اللي هو يحصل سكند انفيكشن، عشان هو طبعا بيبدا ينقر كده وياكل في الايه، في التشو، فبالتالي بيسيب اماكن مفتوحه، فممكن يجي يترسب عليها بكتيريا فتعمل سكند بكتيريا انفيكشن، فبالتالي انا اديله انتي بايوتيك عشان خاطر نحميه من سكند بكتيريا انفيكشن. بس احنا كده خلصنا ايه، ليكتشر 1. هنبتدي دلوقتي في ليكتشر 2. دي عباره عن اسئله موجوده في ليكتشر 1. هو باختصار كده، هي جايه لي فيميل دي عندها 53 سنه، تشتكي اللي عندها فاجينال ديسشارج، عندها بيرنينج، وعندها ديسباريونيا. تمام، جميل جدا. اللي هو عندها ايه، عندها اللي هو بين في during and after ايه intercourse. تمام، إيه عندها افبرايل يعني عندها حمى، عندها فروسي يلوش ديسشارج. احنا قلنا فروسي يلوش ديسشارج اللي هو عباره عن يلوش جرينش فروسي بيورين ديسشارج، دي كنا قلنا فين طريقكم من الفاجينالس. نكمل، هي بيبقى موجوده فين، في الفاجينال فولت اللي هي فتحه بتاعه الفاجينا. السيرفكس ما فيهوش اي ليجن خالص، البي اتش بتكون 6 يعني بي اتش عاليه في الفاجينا، وده مش طبيعي، احنا عارفين بي اتش دايما بتكون قليله. طيب الكلاميديا ترايكومات، كلاميديا تراكوماتس ونايزيريا جونوريا نيجاتيف، يعني هم ما فيش اي نوع ايه من مش موجودين. فبالتالي ايه هو البروفيشنال دايجنوزس، احنا عرفنا كلمه من اللي هو فروسي يولوش ديسشارج، دي مميزه جدا في الفاجينال فولد. فبالتالي هقول ايه، هقول اللي هي عندها ترايكومونيز، ترايكومونيز اللي هو بسبب ترايكومونز فاجينالس. طيب اي دواء هنديه، احنا قلنا سيستميك يا اما ايه، يا اما لوكال، فبتلك الحالتين هندي مترونيدازول، اي حاجه فيها زول، واحنا قلنا مترونيدازول ينفع سيستميك ينفع لوكال. تمام، طيب بعد كده ايه هو الاديشنال بري انترفينشن، ايه هو التدخل الاضافي اللي ممكن نعمله؟ احنا قلنا اللي هو تريت البيشنت سيكشوال بارتنر، احنا لازم نعالج لما حتى لو هو الثاني اسيمتوماتيك، لو مثلا في الميل جاي عنده مرض والفيميل هي اسيمتوماتيك، فبالتالي لازم نعالج الاثنين، فبنعالج الايه بيشنت سيكشوال ايه بارتنر. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن ايه، هنتكلم على الليكتشر 2. ناخد كده نفس ونركز معايا في ليكتشر 2، عشان هي ايه، انا رتبتها بطريقه معينه، هي سهله على فكره، هي فكره بس نرتب معلوماتنا مع بعض. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الكونجنتالي ترانسميتد بارازايت، فوكال سيكشوال ترانسميتد ديزيز، ما نرجع، احنا دلوقتي بنتكلم على الكونجنتالي ترانسميتد بارازايت. البارازايت بتنقل كونجنتالي، كونجنتالي يعني ايه، يعني بيتنقل من الام للايه، للبيبي بتاعها، للفيتس بتاعها، عن طريق البلاسينتا. تمام، طيب هو بيبقى عباره عن ايه، هو عباره عن انفكشن. انفكشن ده بيتنقل ايه، بيتنقل اللايف بارازايت، اي انا ما قلتش اي بارازايت، بقول لايف بارازايت، بارازايت حي عايش. تمام، من الانفكتد بريجننت وومن، من ام تمام حامل بتكون مصابه، للفيتس بتاعها. تمام، طيب ذات بيرزست افتر ايه، افتر بيرث، ممكن كمان يستمر بعد ايه، بعد الايه، بعد الولاده. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه التعريف بتاع الكونجنتال بارازيتيك انفكشن. اهم حاجه لازم يكون لايف بارازايت، يعني البارازايت ده عايش وبيتنقل من الام للايه، للطفل بتاعها. طب بيتنقل في انهي فتره، لازم نبقى عارفين، بيتنقل في بيفور بيرث، تمام، او ات ذا تايم اوف ذا ديليفري. يعني ايه الكلام ده، يعني قبل الولاده او وقت الولاده. هل ينفع يتنقل بعد الولاده؟ لو اتنقل بعد الولاده ليه اسم تاني، انا بقول قبل الولاده يا اما وقت الولاده. قبل الولاده احنا بنقول قبل يعني بري، تمام، يبقى هنقول بري نيتال او بيفور بيرث. طب يعني خلال الولاده ذات نفسها، فبنسميها بري اثناء او حول، فبري نيتال. تمام، يبقى ده ذا تايم اوف ذا ديليفري. يبقى احنا عرفنا في وقتين بس هما اللي بيتنقل فيهم الكونجنتال ترانسميتد بارازايت، ولازم يبقى احنا قلنا شرط ثلاث شروط دلوقتي، اهم حاجه يكون لايف بارازايت، لازم يتنقل في وقتين، يا اما يكون قبل يا في اثناء، يا بري يا بري. تمام، طيب فهو دلوقتي لو جينا بيقول لي الديفينيشن اكسكلود، الديفينيشن لا يتضمن ايه بقى، اول حاجه اللي هو بوست نيتال ترانسميشن. لو قلنا بوست نيتال ترانسميشن اللي هو يتنقل بعد الولاده، فده لا، اللي هو ازاي يتنقل بعد الولاده، اللي هو عن طريق اللاكتيشن، الام بترضع، فبالتالي هيتنقل عن طريق مثلا ماترنال ميلك، لا ده مش بنسميه خالص الكونجنتال، اللي هو بيتنقل عن طريق الماترنال ميلك، عن طريق البريست فيدنج، ده مش بنسميه الكونجنتال، ده ليه اسم ثاني هنقوله دلوقتي. تمام، طيب لو قلنا مثلا حصل ترانسميشن لديد بارازايت، بارازايت ميت، او بارازايت دي ان اي، دي ان اي بتاع البارازايت ده، او اذر مولكيولز تخص البارازايت، بمعنى صح، فبالتالي لازم ابقى عارفه ان في المازر
اللي هو ما بيتنقلش من المذر ديت، لو اتنقل من مذر ديت فبالتالي ده مش كونجنتال يا جماعه، لازم يكون كونجنتال لايف بارازايت. يبقى احنا كده اكدنا على بعض الحاجات اللي ممكن تيجي اكيد في الامتحان. طيب في اسم تاني اسمه فيرتيكال ترانسميشن. الفيرتيكال ترانسميشن ده بيبقى عباره عن ايه؟ هي المذر بتنقل البيبي بتاعها تمام، لكن خلال ثلاث اوقات مش وقتين بس، يعني بري نيتال قبل الولاده، بري نيتال اثناء الولاده، وكمان بوست نيتال بعد الولاده اثناء اللاكتيشن. يبقى هنا انا زودت كلمه بوست، يبقى بتنقل الام للايه؟ للطفل بتاعها، عشان كده بنسميه فيرتيكال مش كونجنيتال. كونجنيتال هم وقتين بس، لكن الفيرتيكال ثلاث اوقات تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على البارازايتس اللي هي بتتنقل كونجنيتال ترانسميتد من الانفكتد بريجننت وومن للفيتاس بتاعها. مينلي مين هم بقى؟ اول واحده التوكسوبلازما جونداي اللي هي بتعمل مرض اسمه توكسوبلازموزس، ده مرض القطط تمام. طيب بعد كده تريبنسوما كروزي اللي هو الشاجز ديزيز، دول كلهم هنتكلم عنهم لكن كل حاجه سطر كده تمام. طيب تالت حاجه بلازموديوم ايه؟ بلازموديوم فالسبارم، سوري بلازموديوم مالاري تمام ماشي. بلازموديوم مالاري ما قلناش انهي نوع، اللي هي بتعمل ملاريا، مرض الملاريا. طيب ممكن يحصل ترايكومونز فاجينالز فريكيان تريبنزوما ممكن فيسرا ليشمانيز، كل ده بيتنقل كونجنتالي، وكمان الهيلمنسز. يبقى نرتبهم كده، اول ثلاثه دول مهمين معانا وبعد كده دولت هنقول عليهم سطر 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 قوي. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على البريفالنس او اسمها السبريد اوف كونجنتال بارازيتيك ديزيز. احنا دلوقتي عايزين نعرف انتشار البارازيتيك ايه، الكونجنتال بارازيتيك ديزيز اللي بتنقل من الام للايه؟ للطفل بتاعها. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هو توكسوبلازما، اللي هو بنسميه توكسوبلازما جونداي، اللي هو بيعمل مرض اسمه توكسوبلازموزس تمام جدا. هو بيتنقل ازاي؟ توكسوبلازما جونداي هو عباره عن تروفوزويد تمام، هو تروفوزويد موجوده عباره عن نقل تروفوزويد اللي موجود في الومن بيروح للطفل بتاعها. يبقى هو عباره عن تروفوزويد سوري تاكيزويد، انا اسفه تاكيزويد تاكيزويد تمام. يبقى هو عباره عن تاكيزويد مش براديزويد، انا بقول تاكيزويد، يبقى نركز كده تي مع تي. يبقى هو عباره عن ايه؟ اتنقل تاكيزويد من ايه؟ من الام للطفل بتاعها تمام. طيب جميل جدا. امتى بقى؟ في مرحله حته من البريجننسي، اللي هو اكوايرد، هو عباره عن اكوايرد برايمري انفيكشن ديورينج بريجننسي. اكوايرد برايمري انفيكشن برايمري يعني لسه جاي اول مره للام، واكوايرد مكتسبات وجاي فين؟ جاي على طول في للام ذات نفسها. اكوايرد هي مكتسبه وبرايمري لسه جاي لها اول مره، مش سكند مش اتنين من حته تانية تمام. حلو جدا اثناء البريجننسي، فساعتها دي مهمه جدا عشان اللي بعدها هنقول حاجه تانية. يبقى هي acquired a primary infection during pregnancy، بيعمل ايه؟ بيعمل ترانسميشن للتوكسوبلازما جونداي اللي هو تاكيزويد لايه؟ من الومن للفيتاس بتاعها. طيب نكمل تاني جمله، احنا كده خلصنا اول جمله اللي هي acquired primary infection، هي كانت acquired primary infection يعني acute infection بمعنى اصح. طيب هو بيكون نادر جدا اللي هو يبقى ايه؟ اللي هي كان عندها اساسا من قبل البريجننسي، من قبل الحمل، اللي هو كان acquired toxoplasmosis before pregnancy، اللي هو كان عندها اساسا من قبل الحمل تمام، زي اللي هو بنسميه chronic infection. يعني من النادر اللي هي كان عندها توكسوبلازموزس من قبل الحمل، اللي هي كانت اساسا كرونيك وبعد كده يتنقل للفيتوس تمام، ما عدا لو هي كان عندها اتش اي في، اللي هو كان كو انفيكشن مع اتش اي في، يعني هي عندها اتش اي في وكان كمان عندها توكسوبلازموزس، فبالتالي اقول لا ده ممكن احتماليه اللي هو ممكن يتنقل للطفل، لكن نادرا اللي هو اساسا يحصل هو يتنقل الكرونيك اساسا للطفل، لكن اللي هو كانت اساسا الام كان جاي لها من قبل الحمل اساسا، كان فور بريجننسي من قبل ما تحمل وتتجوز كان جالها توكسوبلازموزس، واقول لهم لا ده هيتنقل للطفل، ده بيكون حاجه نادره قوي. الا في حاله مثلا ايه؟ في اتش اي في مصاحب مع اتش اي في، فساعتها ممكن يتنقل للطفل، لكن اللي يتنقل للطفل فعلا اكيوت لو اكوايرد برايمري انفيكشن. طيب تاني حاجه عايز اقولها لكم كمان، الاكيوت ماتيرنال توكسوبلازموز دازنت نيسيسري جيف رايز تو فيتال انفيكشن، يعني الاكيوت كمان الاكيوت مش لازم اقول واكد لهم لا بدل عندها اكيوت توكسوبلازموز يبقى لازم هيجي للطفل ده، لا ده مش لازم، نوت نيسيسري جيف رايز تو فيتال انفيكشن، مش لازم تعمل فيتال انفيكشن. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن ايه كمان؟ احنا كده خلصنا ثلاث حاجات. بعد كده عايز اقول لكم ان هو من 20 ل 33% اوف نيولي انفكتد مذرز هو اللي بتنقل. يبقى الفيتال لما بيحصل ايه اللي هو من عالمي الجلوبال ماترنال فيتال ترانسميشن، بيكون نسبته من 20 ل 33% من النيولي انفكتد مذرز، من الامهات اللي بتصاب نيولي جديد من نسبتهم من 20 ل 33% بس هم اللي بيتنقل ايه؟ من الام للبيبي بتاعها، مش كميتها مش كبيره، يعني احنا زي احنا مثلا لسه قايلين في ناس بتبقى عندها في ميل عندها اكيوت وما بتنقلش للفيتس بتاعها، مش لازم يبقى هو اكيوت يبقى لازم يتنقل للفيتس، لا ده بالنسبه للتوكسوبلازموز عشان تبقوا عارفين اللي هو توكسوبلازما جونداي تمام. حلو جدا. بعد كده بنقول الفاريشنز الاختلافات also being observed لاحظناها فين؟ في الجستيشنال ايج at the time of maternal infection، يعني هو دلوقتي على اساس الايه المده اللي بتاعت الفيتس بتاعتها، مثلا هو موجود في الايه في الاول فيرست ترايمستر ولا سكند ترايمستر ولا هكذا، بتدي اسمها جستيشنال ايج، يعني هو دلوقتي الام مصابه في انهي مرحله من الجستيشنال ايج، يعني هي دلوقتي الام مصابه امتى وممكن تصيب، يعني نسبتها هتصيب الطفل بنسبه قد ايه في المرحله دي، يعني هي مثلا اتصابت في اول 3 شهور من الحمل، فبالتالي هتكون نسبه الاصابه للطفل قد ايه؟ هتروح للطفل
ولا لا، دي بنسميها على اساس الجستيشنال ايج اوف ذا تايم اوف ذا اي ماترنال انفيكشن. يعني فلنفترض لو هي اتصابت في الفيرست ترايمستر، فيرست ترايمستر يعني اول 3 شهور، فبالتالي بتبقى النسبه قليله جدا، نسبه اقل من 6% اللي هو تروح يحصل ايه، تروح للفيتوس المرض ده، يروح للفيتوس التوكسوبلازما جندي تروح للفيتوس. لكن لو راحت بتبقى موست سيفير، يبقى اصعب 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 اللي هو انفكشن بتيجي للفيتوس لو كان في الفيرست ترايمستر، عشان هو الفيرست ترايمستر اول 3 شهور ده بيحصل تكوين اساسا للفيتوس، فبالتالي لو راح لاي بارازايت فبالتالي هيبقى في مشكله في تكوينه، فبالتالي ده موست دينجرس. ده رقم واحد. رقم اثنين عايز اقولها لكم، اللي هو لو كانت سكند تايم سكند ترايمستر اللي هو ايه الشهر الرابع والخامس والسادس، طب لو جت لها الانفكشن بتكون نسبتها من 22 ل 40%. طب لو كان ثيرد ترايمستر اللي هو اخر 3 شهور بيكون اللي هو 58 ل 72%. هنحاول نحفظ الارقام شكلا، يعني 58 ل 72% فرق 20. طب 22 ل 40 فرق ايه؟ 22. نفتكر اللي فوق 22 تحت 20. طيب الهايست بروبورشن اعلى نسبه جدا هو ممكن يروح من الام للبيبي اللي هو اخر ايام في الحمل، لو جت لها اخر ايام في الحمل اللي هو التوكسوبلازما كوندي، فدي ممكن تروح للفيتس بسرعه جدا. هل بتكون قويه؟ لا، بتكون ضعيفه لكن بتروح للفيتس اكتر. يبقى احنا كده خلصنا التوكسوبلازما كوندي اللي هو مرض القطط، وهناخده بالتفصيل كويس جدا في المحاضره الثالثه. طيب تاني حاجه عايزين نتكلم عنها الكونجنتال تريبنسوما كروزي. الكونجنتال تريبنسوما كروزي هو عباره عن ايه؟ هو اهم حاجه عايز اقولها لكم اللي هي بتعمل ترانسميشن للترومنسوما كروزي، بيحصل في الاكيوت والكرونيك فيزز من الانفكشن. يعني الام دي لو جايها بيجي بيحصل له بيحصل ايه؟ الكرونيك والاكيوت. الكرونيك والاكيوت يعني هي لو كان عندها اكيوت انفكشن تروح للبيبي، لو كان عندها كرونيك انفكشن تروح للبيبي. ما قلتش نادر اللي هو اساسا يروح للبيبي كرونيك ما عدا لو كان معاه اتش اي في. اللي كان معاه اتش اي في ده كان ايه؟ كونجنتال توكسوبلازموز. لكن اكيوت وكرونيك بيروح لمين؟ بيروح للبيبي. في بالنسبه لكروزي اللي هو بنسميها تريبنسوما كروزي. فبيقول لنا ان لكن معظم الحالات احنا اكيد كرونيك عادي، لكن معظم الحالات بتبقى كرونيك. يعني معظم الحالات اللي هي كرونيك اللي انفكتد مادرز، مادرز كانت انفكتد اصلا من قبل ما ايه، من قبل ما تحمل. يعني هي كانت عندها ترمنسوما كروزي اساسا من قبل ما تحمل وكانت كرونيك اصلا، فبالتالي ممكن تنقل للطفل ده وبيكون اكتر حاجه. يعني هي موست كيسز اساسا بتتنقل بتكون ايه اللي هي كانت كرونيك في الايه في بالنسبه لكروزي، كرونيك سي ماشي وكروزي سي برضو. نحاول نفتكرها كده مع بعض. يبقى كرونيك بتحب ايه؟ السي مع السي. تمام. هي بتتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق انسكت فيكتورز. يعني هو في فيكتور حشره بتنقل التريبنسوما كروزي دي، اسمها ايه؟ اسمها وينجد بوك. وينجد بوك تمام. اللي هي بتكون موجوده فين؟ موجوده في ليتن امريكا. ليتن امريكا امريكا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه فيها وينجد بوك. وينجد بوك هي اللي بتنقل ايه؟ بتنقل التريبنسوما كروزي. تمام. طيب بنسبه 2 مليون من الفيرتايل ايج بالنسبه للومن، يعني هو دلوقتي الومن اللي بتكون في فيرتايل ايج نسبه اللي هو العمر الفيرتيليتي او الريبرودكتيف ايج بتاعتهم، 2 مليون منهم بيجي لهم انفكشن بالتريبنسوما كروزي لو كانوا عايشين في امريكا. اللي هو كانوا في امريكا بيجي لهم ايه؟ 2 مليون من الفيميلز اللي بيكونوا في الفيرتايل ايج ممكن يجي لهم تريبنسوما كروزي. احنا كده خلصنا تريبنسوما كروزي. اهم حاجه في الكروزي هي اكيوت ايه؟ اكيوت وكرونيك. واهم حاجه كمان لو بيكون كرونيك موست ايه؟ موست كيسز بتكون كرونيك وبتتنقل عن طريق الانسكت فيكتور اللي هي وينجت ايه؟ وينجت بوك. طيب عايز ارجع لكم كمان على الكونجنتال ايه؟ توكسوبلازموز اللي هو توكسوبلازما كوندي. احنا سايلين دلوقتي بتتنقل ايه؟ بتتنقل عن طريق اهم حاجه اكوايرد برايمري اكيوت انفكشن. اكوايرد برايمري انفكشن اثناء البريجننسي اللي هو اكيوت انفكشن اثناء البريجننسي. ممكن تتنقل كرونيك لكن لازم بيكون مصاحبه معاها ايه؟ اتش اي في. طيب ثالث حاجه مش شرط اللي هو كان اكيوت يبقى لازم يتنقل للطفل ده، لا ممكن يكون نسبه قليله. عشان كده بنقول نسبه 20 ل 33% من الناس اللي عندهم اكيوت اساسا المادرز اللي عندهم اكيوت انفكشن هم نسبتهم بس 20 ل 33% ممكن تتنقل للطفل ده. تمام. يبقى احنا كده عرفنا اللي هي بتكون اهم حاجه اكيوت وكرونيك نسبه بسيطه جدا اللي هي لازم تكون مصاحبه معاها اتش اي في، ومش لازم تكون اكيوت يبقى اكيد يبقى نسبتها بتكون 20 ل 33%. وقلنا في تغيرات ما بين الجستيشنال ايج، اقل حاجه خالص اللي هي تتنقل لو كانت في الفيرست ترايمستر، ولو اتنقلت بتكون اصعب مرض بيجي للطفل. طيب واقل واكتر حاجه اللي هي بتكون في اخر اخر ايام في الايه في البريجننسي. يبقى احنا كده خلصنا التريكومس فاجينا خلصنا سوري التوكسوبلازما كوندي وخلصنا التريبنسوما كروزي ورحنا كروزي سي كرونيك اهم حاجه. طيب بعد كده الكونجنتال ملاريا. الكونجنتال ملاريا هي الحط الجزئيه دي هي بالظبط هي بتبقى عباره عن ايه؟ هو الانسيدنس بتاعه الكونجنتال ملاريا بتكون من 8 ل 33%، من 8 ل 33%. ملاريا 8 ل 33%. بتيجي ايه؟ موست نيو بورن اللي عندهم كونجنتال ملاريا بيكونوا قادرين ان هم يحميهم كنترول وكلير للانفكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاطفال اللي لسه مولودين وكان عندهم ملاريا بيقدروا يتحكموا ويعملوا كنترول في الايه في الملاريا وكمان يعملوا لها كلير. ازاي الكلام ده؟ طب دول اطفال ده لسه مولودين ما عندهمش مناعه، طب انتوا جايبين الكلام ده منين؟ لازم نبقى عارفين. يبقى هم الاطفال اللي لسه مولودين بيقدروا كلير وكنترول للانفكشن اللي هو بدون اي يستقبلوا اي تريتمنت بدون ما اديلهم اي علاج بيقدروا يتحكموا في الملاريا. ازاي الكلام ده؟ عشان اول حاجه مثلا
ده هما بيكونوا واخدين الاميون ريسبونس بتاعهم، بيكون الاميون ريسبونس بتاعهم قوي مثلا وشغال، فبالتالي بنسميها نيونيتال اميون ريسبونس اتجاه البارازايت. عمل ايه الاميون ريسبونس اتجاه البارازايت بالنسبه للطفل؟ اشتغل. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي اساسا الطفله دي او الطفل ده مولود واخد المناعه بتاعته من مامته، يعني هو احنا عارفين بيكون شايل اميون جلوبولين جي، فهو ماترنلي ترانسميتد انتي بوديز، هو واخد الانتي بوديز من مامته، فبالتالي قدر يهاجم المرض لما اتولد، او المناعه بتاعته اشتغلت. تالت حاجه، عنده هاي ليفل من فيتا هيموجلوبين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو احنا عارفين الطفل بيكون عنده ايه؟ عنده فيتا هيموجلوبين، تمام. هو عنده كميه عاليه جدا منه، عشان احنا عارفين الملاريا بتبدا تكسر الار بي سيز، فهو عنده هيموجلوبين كتير فبيكون ار بي سيز كتير، فبالتالي مش حاسس بالمرض، فبالتالي بيقدر يتحكم فين؟ في الملاريا من غير ما ياخد حتى علاج. يبقى الثلاث اسباب دول مهمين وممكن يجوا نمريض. احنا كده خلصنا اول ثلاثه لو انتوا شايفين، اللي هو توكسوبلازما كوندايت، ترايبانوسوما كروزي، والبلازموديوم ملاريا، تمام. طيب جميل، احنا بعد كده هتكلم نقطه على الترايكوناس فاجينالس والاكيوت ترايبانوسوما والفيسرال ليشمانيزيس وبرده الايه الهيلمنسيس. طيب تعالوا نقول كده اهو، شايفين دي الافريكان ايه تريبنزوما. افريكان تريبنزوما هو بيبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن افريكان بتعمل مرض اسمه افريكان سليبنج ايه سيكنس. يعني ايه الكلام ده؟ هو مرض النوم بمعنى صح. نفتكر افريكان الناس الافريقيين يعني اللي هم هناك بيحبوا يناموا كتير، نحاول نفتكرها كده. فبتعمل ايه افريكان سليبنج سيكنس؟ مرض ايه؟ مرض النوم الافريقي. فبالتالي ايه بتعملها؟ مين اللي بتعملها؟ الافريكان تريبنزوما. انهي نوع من تريبنزوما؟ عشان احنا قلنا تريبنزوما كروزي بتعمل كذا، لا احنا هنقول هنا تريبنزوما بروسي، تمام. يبقى تريبنزوما بروسي، عشان احنا قلنا في تريبنزوما كروزي تريبنزوما بروسي، تمام. احنا دي تريبنزوما بروسي بقى اللي هي الافريكان تريبنزوما، تمام. اول حاجه بتعمل ايه؟ بتروح تسيب الليمفاتيك، يعني هي ماشيه 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 كده هتروح للايه؟ للليمفاتيك، فتعمل ليمفاتيك فيز. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما وصلت الليمفاتيك هتوصل للدم، والدم يوصل للاعصاب، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتعمل نيورولوجيكال فيز، مشكله في الاعصاب. فبالتالي لما بتعمل مشكله في الاعصاب فبتعمل ايه؟ اندوكراين ايه ابنورمالتيز في الحاجات الاندوكراين مش مظبوطه، وكمان تعمل امونوريجيا امونوريا يعني انقطاع ايه؟ انقطاع المنستريشن، وكمان تعمل استريليتي عشان هي راحت للدم راحت للاعصاب، فبالتالي ممكن تاثر على الهايبوثالامس، فبالتالي مش هتودي ايه؟ مش هتخرج اف اس اتش، ولا مش هتخرج الجونادوتروبين ريدنج هرمون، هتخرج اف اس اتش والال اتش وكل الكلام ده، فبالتالي يحصل منوريه، ممكن تحصل استريليتي اصلا مش خرجت خالص، او حصل مشاكل في الاندوكراين، عشان احنا عارفين المراكز كلها موجوده في الايه؟ في النيرفس فوق، فهي اثرت فيها، فبالتالي ما عادتش عملت ايه؟ ما عادتش خرجت اي حاجه، فبتعمل مشاكل فين؟ في الاندوكراين. اي حاجه تخص الاندوكراين، مشاكل في الاستريليتي، مشاكل مثلا في الامونوريه، كل الكلام ده. طيب يبقى احنا اول حاجه راحت للليمفاتيك، مشيت عن طريق الليمفاتكس عملت مشاكل، مشيت في الليمفاتيك راحت صبت في البلاد، والبلاد راح ودى اهم حاجه للنيرونز، عرفنا عملت ايه في النيرونز؟ اندوكراين ستريليتي والامنوريا. احنا كده خلصنا الافريكان تربنزوما، شايفين جمله بالظبط. اهم حاجه نفتكرها افريكان تربنزوما اللي هو تربنزوما بروتي اللي هي بتعمل مرض النوم، وعرفنا اللي هي بتاثر على حاجتين. طيب بعد كده معانا اللي هو الفيسترال ليشمانيز، فيسترال ليشمانيز اللي هو الليشمانيا اللي بتمشي فيه الفيسترا، بتكون رير جدا هي تعمل حاجه اساسا رير اللي احنا نشوفها. طيب اللي بعديها معانا اللي هو بنسميها ترايكومنس فاجينالس. ترايكومنس فاجينالس هي بتكون رير كيسز اساسا. احنا عارفين الترايكومنا فاجينالز، انا قايله لكم في المحاضره اللي فاتت بتحب الميكوزا، فبالتالي هتروح تاثر على الايه؟ اليوروجينيتال تراكت، فبالتالي بتاثر على الفاجينا، وبتاثر كمان على اليورينري تراكت بالاخص اليوريثرا، صح؟ كمان بتاثر كمان على النيزل عشان دي عباره عن ميكوزا، بتاثر على الاسبيراتري، كل ده بتاثر فيها عشان هي اساسا بتحب ايه؟ بتحب اي حاجه فيها ميكوزا، تمام جدا. And have been reported in newborn of mothers infected with this parasite. احنا لقيناها عند الايه؟ عند الاطفال اللي لسه مولودين اللي هم الام كانت عندهم البارازايت ده، فاحنا لقيناها موجود، لكن هي نادرا بتحصل، وبتحب اي حاجه فيها ميكوزا. يوروجينيتال تراكت اللي هو بنسميها الفاجينال يورينري تراكت، والنيزل والريسبيراتوري. ده مين؟ ترايكومنس فاجينالس. وخلصنا الافريكان تربنزوما، وخلصنا الفيسرا ليشمانيز. تعالوا كده نرجع، احنا كنا بنقول ايه دلوقتي؟ ادي خلصنا ترايكومنس فاجينالس، افريكان تربنزوما، فيسرا ليشمانيز، فاضل لنا الهيلمنسز وخلاص، تمام. طيب هل كده معنا خلصنا المحاضره؟ لا، لسه في حبه حلوين كمان. طيب هو دلوقتي الهيلمنسز لارفا، الهيلمنسز لارفا، احنا دلوقتي اللارفا بتاعت الايه؟ اللارفا بتاعت الديدان، وكمان الاوفا بتاعت الشستوزوما. الشستوزوما منزله اوفا، تمام. الاوفا بتاعت الشستوزوما والهيلمنسز بتاعت اللارفا احنا لقيناها موجوده فين؟ موجوده في البلاسينتا. البلاسينتا فيها لارفا واوفا، لارفا واوفا، هيلمنسز اوفا شستوزوما اوفا. الهيلمنسز لارفا وشستوزوما اوفا موجودين فين؟ في البلاسينتا. لكن هم الكونجنتال ترانسميشن اوف هيومن هيلمنسز بتكون رير اصلا، اللي هو تتنقل عن طريق الكونجنتال هيلمنسز، عن طريق الكونجنتال رير اللي هي تحصل. قال لنا حالات قليله جدا اللي بتتنقل عن طريق ترانس بلاسينتا، يبقى حالات قليله جدا بتتنقل عن ترانس بلاسينتا من الديدان، اللي هم مين بقى؟ ليهم اسمين مهمين، المايكروفلاريا بتاعت الانكوسيركا فولفيولس، الانكوسيركا فولفيولس، المايكروفلاريا بتاعت الانكوسيركا فولفيولس ممكن تتنقل، والبشوريا بانكروفتي. يبقى الانكوسيركا فولفيولس والبشوريا بانكروفتي. واو، عارفين اللي هو واو دبليو واو، نحط لها واو كده
الدبليو اللي هي بنسميها شوري بنكروفتي والاول اونكو سيركس بولبلس دولت المايكروفلاريا بتاعتهم هي اللي ممكن تتنقل ترانس بلاسنتال. لازم نبقى عارفين اسماء بتاعتهم تمام جدا. قال لي لما بيبدا يحصل ترانسميشن بتتنقل ايه, بتكون ار ليميتد تو بي كونسيدرد اس بارازايت ستيج, اللي هي بصوا هي بتكون محدوده اللي هي تفضل في مرحله البارازايت. يعني هي بتفضل محدوده في ايه, في اللي هي تفضل في مرحله البارازايت. يعني هي مش بيحصل لها ايفولف اللي هي تتحول تبقى ايه ادلت ستيج, او ممكن يحصل لها مالتيبلاي في الفيتس او النيوبورن. يبقى نركز كده مع بعض. احنا قلنا ايه اللي هي عباره عن مايكروفلاريا بتاعه الاونكو سيركا فولفرس والشوريا بنكروفتي بتتنقل في مرحله الايه, مرحله البارازايت ستيج. يعني ما بتتحولش او ممكن توصل للادلت ستيج ما بتتحولش. هل هي بيحصل لها مالتيبلاي في الفيتس والنيوبورن؟ لا, هي ما بيحصلهاش مالتيبلاي ان ذا فيتس او النيوبورن, ما بيحصلهاش مالتيبلاي, وكمان ما بتتحولش للادلت. هي بتفضل في مرحله البارازايت اللي هي فيها بس, اللي هي بنسميها المايكروفلاريا. تمام, اللي هي مين المايكروفلاريا؟ اونكو سيركس فولفرس والروشيريا بنكروفتي دولت الاثنين الترانس بلاسنتال. لكن احنا عارفين اللي احنا لقيناه في البلاسنتا مين, لقينا اللي هو الهيلمنتس لارفا والشيستوزوما اوه لقيناه في البلاسنتا, لكن ما بتعديش رير اللي هي تعدي. اللي لقيناه متعدي المايكروفلاريا واو اللي هو الروشيريا بنكروفتي والاونكو سيركس فولفرس. تمام, واهم حاجه بتروح تنتهي على البارازيتك ستيج بتاعته, ما بيحصلهمش يتحولهمش اللي هم ما بيتحولوش للادلت, وكمان ما بيحصلهمش مالتيبليكيشن في البيبي خالص او الفيتس اللي هو لسه موجود. تمام, طيب احنا دلوقتي لسه قايلين ايه الجريتر ريسك في سيفرال فيتال ديزيز, فين؟ لما بيكون ماترنال انفيكشن اوكير ايرلير سبيشال ان ذا فيرست ترايمستر. يعني هو دلوقتي لو حصل انفيكشن فين, في الفيرست ترايمستر اللي هو اول 3 شهور, انا قلت لكم بيحصل بيكون نادر جدا, اقل ايه, اقل من 3% ايا كان. في كل البارازايتس اللي احنا سايلينها دلوقتي لو حصل انفيكشن للمادر في اول في الفيرست ترايمستر اول 3 شهور, بيكون جاي لها ايه, جاي لها بيجي للبيبي سيفير سيفير فيتال ديزيز, بيجي للطفل ده شديد جدا. ليه؟ عشان هو دلوقتي في مرحله تكوينه, اول 3 شهور دي اساسا مرحله تكوين الايه البيبي ده. طيب احنا خلصنا دلوقتي ايه التوزيع السبريد بتاعته, احنا خلصنا التوزيع اللي ايه الكونجنتال ديزيز. عايزين نتكلم على الاعراض السيمتومز والساينز بتاعت البارازيتيك كونجنتال انفيكشن. طيب اول حاجه هتكلم عنها هنمشيها كده. تمام, طيب اول حاجه هتكلم عنها هو بيبقى عباره عن كونجنتال بارازيتيك انفيكشن, ده عباره عن اكيوت انفيكشن, صح؟ تمام جدا, هو اكيوت انفيكشن بيكون اسيمتوماتيك ادفيرس. يعني هو دلوقتي بيبقى حاد جدا, تمام, وبيكون اسيمتوماتيك بدون اعراض ساعه الولاده. طب هو معنى اللي هو بدون اعراض انا هسكت؟ لا, تمام, هو بيكون ده بيكون صح امتى, بيكون بدون اعراض امتى؟ اكتر حاجه بيكون نسبه 85% ل 90% في التوكسوبلازموز. تمام, طيب بالنسبه 55% ل 90% في الكروزي والملاريا. تمام, يبقى من 55% ل 90% في الكروزي والملاريا. نحاول نركز كده مع بعض, هي بتبقى عباره عن ايه, بتبقى عباره عن اكيوت انفيكشن بيكون اسيمتوماتيك ات بيرث, وبيكون عندنا عرفنا اللي هو التوكسوبلازم بتكون امتى, بيكون اسيمتوماتيك في التوكسوبلازم اكتر حاجه من 85 ل 90%, والكروزي والملاريا من 55 ل 90%. طيب بعد كده عايزين نكمل, بيقول هو بيكون ترو فور ايه, فور ليت فيتال انفيكشن ديورينج بريجننسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي ممكن يكون البارتيكولار ترو فور ليت فيتال انفيكشن ديورينج بريجننسي, يعني في اخر فتره من ايه, من اثناء الايه, فتره الحمل. تمام, الكلينيكال مانيفيستاشن الاعراض اللي بيجي نشوف عليه ممكن يجي له اعراض امتى, يجي له اعراض خلال اخر فتره يعني ايه, يعني افتر بيرث بعد الولاده خلال ايام او اسابيع. يبقى نركز كده, هي بعد الولاده بخلال ايام او اسابيع, او ممكن لاحقا كمان نلاقي عنده ايه, عنده الانفكشن او عنده شويه اعراض. لكن هو بيتولد ما عندوش اعراض, معظم الناس بيكون ايه فريكوينتلي بيكون هو اكيوت, بالرغم ان هو اكيوت انفكشن لكن بيتولد ما عندوش اعراض. وعرفنا ايه نسبه التوكسوبلازم اكتر حاجه, والكروزي والماريا اقل منهم شويه. تمام, وبيجي لهم اعراض خلال ايه, ايام بعد الولاده او اسابيع. طيب احنا كده خلصنا اول نقطه اللي هو بيكون اسيمتوماتيك. تاني نقطه ايه هي الاعراض ده, الاعراض دي بتكون عباره عن جنرالي سيميلر, شبيهه بالظبط للايه, للكونج ار سيميلري تو ذوز اوف اذر كومن كونجنتال انفيكشن. زي مين؟ يعني هو دلوقتي الاعراض دي بتكون عامه شبيهه لمين, هي جنرالي شبيهه لمين, شبيهه للامراض الانفيكشنز الكونجنتال الثانيه اللي بتتنقل, زي مثلا السي ام في, سي ام في اللي هو سايتوميجالو فايروس, الاتش اس في اللي هو الهربس سيمبلكس فايروس, دي بتبقى نفس الاعراض بتاعتها. ايه هي الاعراض دي بقى؟ اول حاجه الاعراض اللي هي بتاعه التربنسوما جونداي اللي هو بتبقى عباره عن توكسوبلازما جونداي والتربنسوما كروتي والبلازموديوم, دي بتبقى جايه في الطفل. الطفل ده اول حاجه بنلاقي, اول حاجه انا ببص عليه شكل عام بلاقي وزنه قليل, يعني اقل من وزن الشخص, الطفل ده بيكون اقل من وزن اللي هو 37 ويك. المفروض عند ال 37 ويك بيبقى ليه وزن محدد, هو اقل من وزن ال 37 ويك. تمام, طيب رقم 2 بيبقى عنده ايه, عنده جروس ريتارديشن, شكله كده النمو بتاعه مش كامل, عنده مشكله في النمو. طيب رقم 3 عنده سخونيه. تمام, بعد كده رقم 4 عنده نيومونايتس, يبقى احنا خدناه شكل عامي, خدنا وزنه قليل, عنده جروس ريتارديشن, عنده سخونيه. بعد كده بدات اخش عنده الرئه, بصيت على الرئه عنده نيومونايتس, عنده التهاب في الرئه. وبعد كده نزلت على السبلين لقيته عنده هيباتوس بلينوميجالي. تمام, على السبلين والليفر عنده هيباتوس بلينوميجالي, فطبيعي عنده جوندس صفراء. تمام, طيب وعنده ثرومبوسايتوبينيا. تمام, عنده نقص في البليتليتس وعنده بيربرا, بيربرا اللي هي بتبقى بقع كده بسبب نقص البليتليتس, فعنده بقع كده ايه عامله زي كدمات كده تحت الجلد اللي هي ايه ال زي كان مخبوط, معنى صح, مع انه مش مخبوط عشان هو ما عندوش بليتليت, فما عندوش ايه مع عوامل التجلط مش كويسه عنده. يبقى دي كلها الاعراض شبه لو اي حد عنده كونجنتال اساسا في الايه, في سايتوميجالو فيروس او الهربس سيمبلكس فيروس. تمام, ده ايه الاعراض اللي على الطفل, لما افتكرها شكلا عام
اول حاجه ببص عليه من بره عنده وزنه قليل جروس ريتارديشن، وكمان قلنا ايه كمان، وقلنا عنده سخونيه، وبعد كده بصيت على اليومونايتس، وبعد كده عنده هيباتوس بيلينو ميجالي، وطبيعي عنده صفرة، وما ننساش ترومبوسيتوبينيا وبربرا. طيب بعد كده عايزين نتكلم على الرقم 3 اللي هو ايه، هو دلوقتي عايزين نتكلم على الاعراض. طيب ايه اللي بيسيب البرين، وايه اللي بيسيب الهارت، وايه اللي بيسيب الاي، واي حاجه تانية. طيب دلوقتي البرين، البرين ده ايه، ده اهم حاجه. تمام، مين اللي بيسيبه بقى؟ التوكسوبلازموزس والشاجز ديزيز. احنا لسه قايلين شاجز ديزيز مين اللي بيعملها، اللي هو اللي بنسميها تريبانسوما كروزي. تريبانسوما كروزي هي اللي بتعمل شاجز ديزيز. يبقى اول اثنين بيحبوا البرين، اول اثنين بيحبوا البرين اللي هو التوكسوبلازما والتريبانسوما كروزي. اول حاجه بيعملوا ايه في البرين؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين البرين بيبقى الجمجمه نفسها كبرت، فبيحصل عنده هيدروسيفالس. هيدروسيفالس فبالتالي لما بيكبر جدا 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 بيضغط على البرين تيشو ذات نفسه، بيعمل ايه، بيعمل ضغط على بعض السنترز، بيعمل سايكوموتور ريتارديشن. سايكوموتور ريتارديشن هي مشكله في حركه، يعني هو بيبقى عنده مشكله في الحركه بسبب ان هو ايه، عنده كبر جدا في الـ في الـ في الـ نفتكر كده عنده كبر جدا في مثلا في الميه اللي حوالين، في ميه كتيره مثلا نفتكر كده مثلا ايا كان، او في بارازايت، انا مش فاهمه ايه المشكله، بس هو بيحصل عنده هيدا هايدروسيفلس اللي هو بيبقى المخ كبير جدا فضاغط على البرين تيشو، فمأثر على السنتر من السنترز، فبيعمل عنده سايكوميتر ايه، سايكوموتور ريتارديشن، يعني عنده تاخر في الحركه، فبالتالي بتبقى دي اكتر حاجه تاخر في الحركه. ده اكتر عرض مع التوكسوبلازموز، يعني ده اكتر عرض مع التوكسوبلازموز بالذات. يبقى احنا اول حاجه قلنا ايه، زي ما احنا شايفين من بره هيدروسيفالس، بعد كده بدانا نخش شويه، فبالتالي بنلاقي عنده المينانجيز، عارفين اللي هو اللي هي الاحشيه السحائيه دي اللي بيقولوا عليها، اللي هو عنده ايه مننجيز، اللي هو الاحشيه اللي بتكون ايه حوالين البرين كده. عنده ايه، عنده مننجو انسفالايتس. مننجو انسفالايتس يعني عنده انفلاميشن في كمان في المننجيز، وعنده كمان فين في البرين ذات نفسه، عنده مننجو انسفالايتس بس كده لا، عنده شويه كالسيفيكيشن موجوده في البرين، عنده شويه ترسبات في البرين فبنسميه برين كالسيفيكيشن، وطبيعي عنده كونفالجن مشاكل في البرين، عنده ايه شويه ايه كونفالجنز ايه اللي هو بيجي له التشنجات بمعنى اصح. تمام، يبقى احنا كده عرفنا مشاكل البرين، واهم حاجه البرين بيحب اول اثنين توكسوبلازموزس والتريبانسوما كروزي او بنسميها تشاجز ديزيز. تمام، بعد كده الهارت. الهارت بيعمل ايه؟ الهارت بيبقى مخصص مع التشاجز ديزيز. الهارت مع التشاجز ديزيز، يبقى احنا عارفين تشاجز ديزيز اللي هو الاس سي اتش، فبالتالي الاتش اكتر حاجه مع مين؟ الاتش مع الهارت. الهارت اللي هو تشاجز ديزيز مع الهارت. تمام، تمام جدا. بيجي بيعمل ايه؟ اكيوت مايوكاردايتس. احنا عارفين طبقات القلب اندوكارديوم مايوكارديوم بيريكارديوم، فهو بيعمل انفلاميشن في طبقه العضله بتاعه القلب، فبالتالي بيعمل اكيوت مايوكاردايتس. وبيبقى معاه كمان ايه، يعني هو دلوقتي بس مش راسي على بس اللي هو الايه الاكيوت، لا مش راسي بس على الهارت، لا ده كمان لو مصاحب معاه مننجو انسفالايتس. مننجو انسفالايتس هو بيبقى عنده انفلاميشن في البرين. تمام، انفلاميشن في البرين والمننجيز. تمام، يعني هو دلوقتي احنا قلنا برين وهارت، خدت برين مع هارت، طب خدناه زي تشاجز صح، عشان احنا قلنا تشاجز ديزيز الاتش مع الهارت. طب وقبل الايه، قبل السي ايه، قبل السي بي، فبالتالي برين، يبقى البرين والهارت مع تشاجز ديزيز اللي هو تريبانسوما كروزي. اهم حاجه نبقى عارفين التشاجز ديزيز مصاحبه مع حاجتين، لو جاله سيفير مايوكاردايتس وكمان مينينجو انسفالايتس. مينينجو انسفالايتس برين، يبقى احنا قلنا تشاجز سي والاتش، الاتش الهارت وقبل السي بي، فبالتالي البرين، يبقى مينينجو انسفالايتس ومايوكاردايتس. تمام، تمام جدا. وكمان بيكون ملحوظ جدا، بيكون لو حصل كو انفكشن مع الاتش اي في، لو حد جاله كو انفكشن مع الاتش اي في، فبالتالي بيكون ملحوظ جدا اللي هو عنده تشاجز ديزيز. يبقى احنا عرفنا البرين والهارت. طب بالنسبه للاي، الاي احنا عارفينها جونداي، احنا عارفين جونداي اللي هو ايه، بنسميها التوكسوبلازما جونداي اي، فبالتالي الاي مع الايه التوكسوبلازما جونداي. تمام، نحاول نفتكرها كده. فبيحصل ايه، بيحصل كورديو ريتانايتس. كورديو ريتانايتس اللي هو حصل انفلاميشن في الريتنا. تمام، بسبب ايه، توكسوبلازما جونداي او توكسوبلازموزس. طيب اي حاجه اذر زي مثلا ايه، الملاريا مثلا. الملاريا الشخص ده يجي يشتكي عنده ايه، هيموليتيك انيميا. طبيعي الانيميا الايه اللي هي بتاع تكسير الدم، لو انيميا حصل بسبب تكسير الايه الار بي سيز. طيب احنا كده خلصنا بعض الايه، بعض الامراض وكل حاجه بالنسبه للملاريا وكل واحده فيهم. طيب بعد كده المورتاليتي. المورتاليتي بتحصل فين؟ في ايام بعد الولاده ان انتريتد. بص المورتاليتي يعني ايه، المورتاليتي اللي هو الموت. تمام، او الوفاه. الوفاه بتحصل بعد ايام من الولاده لو ما عالجناش. ما عالجناش مين؟ التوكسوبلازموزس والتشاجز ديزيز والملاريا، اول ثلاثه اللي احنا مأكدين عليه، التوكسوبلازموزس والتشاجز ديزيز والملاريا، لو ما عالجناهمش المورتاليتي بتزيد، وبتحصل امتى؟ بعد ايام من الولاده. تمام، طيب بعد كده الفريكوانسي اوف ابورشن اند ستيل بيرث. يعني هو دلوقتي التردد بتاع مثلا الفيميل دي يحصل لها ابورشن اجهاض، او مثلا ستيل بيرث، او بتولد طفل اساسا عند الولاده ميت، يعني هو ميت من عند الولاده، دي بتكون رير اللي هي بتحصل، لكن بتريمي باترمين تو بي ديترمايند فين، في الكونجنتال باراسيتيك سيز، يعني ممكن نحددها في بعض الكونجنتال باراسيتيك سيز، لكن هي بتكون رير اللي هي تحصل. يبقى احنا كده عرفنا المورتاليتي والفريكوانسي بتاعت ايه بالنسبه للابورشن والستيل بيرث. طيب رقم 4، احنا كده خلصنا الحمد لله ايه السيمبتومز بالنسبه للهارت والبرين والاي والاذرز كمان. طيب بعد كده رقم 4 لونج تيرم كونسيكونس اوف كونجنتال انفيكشن. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انا دلوقتي عايزه اتكلم عن حاجات ممكن تبقى لونج تيرم تعقبات او نتائج لونج تيرم بالنسبه للكونجنتال انفكشن بالبارازايت. اول حاجه احنا لو ما عالجناش التوكسوبلازموز، التوكسوبلازموز اللي هي عباره عن توكسوبلازما جدار، لو ما عالجناهاش بتاعه القطط، وكمان ما عالجناش تاني واحده التشاجز ديزيز اللي هو بنسميها تريبانزوما كروزي، تمام جدا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بغض النظر عن يونيتال موربيديتي اللي هو الديزيز بتاع الطفل ده، هيحصل ممكن يتحول لكرونيك، عشان هي كانت اكيوت، لا ده كمان هتتحول لكرونيك ديزيز بعد ايه؟ بعد سنين من بعد الولاده. يعني هو دلوقتي بعد سنين من بعد الولاده لو ما عالجناش الاثنين الاولانيين اللي هو بنسميها توكسوبلازم والتشاجز ديزيز لو ما عالجناهمش، بدل ما كانت اكيوت هتتحول لكرونيك، بغض النظر عن الموربيديتي، الموربيديتي بتاعه النيونيتال بتاعه الطفل ده، بالرغم بغض النظر عن الديزيز اللي عند الطفل، هو هتتحول من اكيوت لكرونيك بعد سنين من الولاده لو ما عالجناش اول اثنين توكسوبلازما والتشاجز، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين هو بيكون اسيمتوماتيك بدون اعراض. لو كان اسيمتوماتيك كونجنتال توكسوبلازموز ات بيرث، يعني هو دلوقتي عشان احنا قلنا اول حاجه توكسوبلازموز اكتر حاجه بتكون اللي هي بتكون من 85 ل 90% بتكون في البدايه اسيمتوماتيك، احنا لسه قايلينها هنا اهو، من 85 ل 90% بتكون في البدايه بتكون اسيمتوماتيك، تمام جدا، ات بيرث على الولاده. احنا المفروض لو ما عالجناهاش كمان وما عرفناهاش، فبالتالي بتتحول لليت سيفير فورم، يعني هو دلوقتي بيبقى عندها الشكل خطير جدا متاخر من ايه؟ من كوريو ريتينايتس، كوريدو ريتينايتس، كوريدو ريتينايتس. احنا سايلين المشكله في الاي، فبالتالي بتكون مع الجونداي اي، فبالتالي بتكون عنده مشكله كبيره جدا في العين. لو اتاخرنا المشاكل كلها بتاثر على العينين، زي ما احنا بنقول لازم نذاكر وننام كويس عشان خاطر ايه؟ لازم قصدي ننام كويس ونقلل شويه ايه مده الاجهاد للعين، عشان اكتر حاجه بتاثر عندنا عينينا، فنفتكرها كده. لو احنا اتاخرنا وما عرفناش المرض بسرعه، فبالتالي هيتاثر في التوكسوبلازما الاي ال اي، فبالتالي بيحصل عنده كوريدو ريتينايتس، تمام؟ بعد ايه؟ بعد ديكيتس افتر بيرث. ديكيتس افتر بيرث دي مهمه جدا. يعني ايه ديكيتس افتر بيرث؟ يعني عقود، عقود يعني مثلا 10 بعد 20، 10 ولا 20 ولا 30 وهكذا، دي بنسميها عقود بعد الولاده، تمام؟ يبقى هو لو كان اسيمتوماتيك في البدايه توكسوبلازما، تمام، يبقى نتاكد ان هو يحصل عنده بعد عقود من الولاده يحصل عنده كوريو ريتينايتس، تمام، اللي هو مشكله في الريتنا، انفلاميشن في الريتنا. يبقى احنا كده خلاص عرفنا لو ما عالجناش التوكسوبلازما والشاكس، وعرفنا لو هو كان احنا شفناه اسيمتوماتيك في التوكسوبلازما. تالت حاجه لو كان كونجنتال تريبانزوما كروزي، لو هو مثلا التريبانزوما كروزي انفكشن ممكن يتحول ايه؟ الكروزي احنا عارفينه ممكن يتحول لكرونيك سي كرونيك تشاجاسيك مايوكارديوباثي، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي احنا عارفين الكروزي، الكروزي كانت بتاثر على حاجتين، صح؟ تمام، كانت بتاثر على اهم حاجه الهارت والبرين. طب احنا دلوقتي مركزنا على الهارت، فبتعمل ايه في الهارت؟ بتعمل كارديو مايوكارديوباثي. يبقى هو دلوقتي لو ما عالجناهاش الكروزي بتعمل كرونيك، كرونيك تشاجاسيك، تشاجاسيك عشان احنا بنعمل تشاجاسي ديزيز، فبالتالي بنسميها كرونيك تشاجاسيك كارديوباثي. مشكله في الاي، مشكله في القلب بتكون كرونيك مزمنه بتكون شجاسك بسبب مين؟ بسبب التروبنسوما كروزي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل شجاسي تسيس، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين بتعمل دايجستيف ميجا فيسرا، يعني كل الفيسرا اللي موجوده في الدايجستيشن بتبقى كبيره جدا في سن ايه؟ في سن من 25 ل 35 سنه ليتر، تمام؟ من 25 ل 35 سنه ليتر. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ اتكلمنا على التوكسوبلازما والشاجز، وبعد كده اتكلمنا على التوكسوبلازما لوحدها، وبعد كده اتكلمت على الشاجز لوحدها او الكروزي لوحدها عشان ما نحبش نزعل حد، وبعد كده هتكلم على الملاريا. هو دلوقتي لو كونجنتال ملاريا بيقول لي بيزود ايه؟ بيزود الريسك بتاع الانيميا فين؟ في الاطفال. يبقى هو بيزود الريسك بتاع الانيميا فين؟ في الانفانسي، في الاطفال. طيب احنا خلصنا كده اللونج تيرم كونسيكونس، ودي مهمه جدا، نركز كل كلمه عشان ممكن يجي لنا ديكيتس افتر بيرث بتعمل ايه بالنسبه للتوكسوبلازما، وعرفنا كمان لو كروزي بتعمل ايه؟ بتعمل شاجاسيك مايكاردايبيتي ودايجستيف ايه؟ دايجستيف ميجا فيترا. والملاريا عرفنا اللي هي بتعمل ايه؟ بتعمل انيميا، وعرفنا كمان لو انتريت التوكسوبلازما والشاجز بتعمل ايه. طيب الانفستيجيشن ايه هي التحريات اللي ممكن نعملها؟ اول حاجه بتعمل ديتكشن انفيكشن بالبريجننت وومن، اللي انا اشوف دلوقتي البريجننت وومن اعمل لها ديتكشن، او عايز اعمل ديتكشن للفيتوس، او اعمل ديتكشن للايه؟ للنيونيتال. الفيتوس ده اللي هو جوه بطن الام، او النيونيتال اللي هو ايه؟ بره بطن الام اللي هو خلاص اتولد، تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنخش على عمليه الايه؟ الديتكشن. طيب الديتكشن اوف ذا انفيكشن، احنا دلوقتي لو عايزين نعمل ديتكشن اول حاجه هبتدي بيها للبريجننت وومن. لو كانت الفيميل دي بريجننت، صح؟ تمام جدا. انا عايز اعرف هي دلوقتي عندها اي مرض من امراض الكونجنتال ولا لا. اول حاجه اعمل لها ديتكشن لايه؟ اعمل برايمري اكيوت توكسوبلازموزس ديورينج اي بريجننسي، يعني اشوف ازاي التوكسوبلازموزس. يعني هو دلوقتي فيميل جايه اللي هي عندها اكيوت، تمام، وبرايمري لسه جاي لها اول مره، واكيوت توكسوبلازموزس اثناء بريجننسي. انا دلوقتي عايزه نتاكد اللي هي عندها توكسوبلازموز اكيوت ولا لا، وعندها اصلا ولا لا، تمام. هنعمله سيرولوجيكال تيست، سيرولوجيكال تيست اللي انا اشوف الانتي بودي، وما قاليش ازاي. طيب انا دلوقتي عايزه اشوف الايه؟ تريبانسوما كروزي، هشوف برده الانتي بودي، تمام. يبقى انا دلوقتي عايزه اشوف تريبانسوما كروزي، احنا خلصنا توكسوبلازم، هنشوف ايه؟ سيرولوجيكال تيست. طب تريبانسوما كروزي، كروزي انا عايزه اشوف الانتي بودي. طب انا لو شفت الانتي بودي اعرف اللي هو كرونيك، كروزي يعني كرونيك. ليه؟ عشان احنا عارفين الانتي بودي ما بتكونش للكروزي غير في كرونيك ايه؟ كرونيك انفكشن. يبقى انا لو شفت الانتي بودي بتاعه الكروزي يبقى انا هعرف اللي هي كرونيك انفكشن بريجننت وومن. لكن انا عشان خاطر اشوف الاكيوت تريبانسوما، فبالتالي زي ما عملنا سيرولوجيكال تيست. يبقى احنا اتكلمنا على توكسوبلازم،
واتكلمنا كمان على الكروزي. طيب بعد كده عايزين نشوف الملاريا. ملاريا هاخد طبعا ايه ستاندرد سيك بلاد سمير، هاخد ايه عينه من البلاد وبتكون سيك كده عشان خاطر اشوف فيها ايه، اشوف الملاريا. طب اشوفها ازاي؟ عن طريق اللي احنا هنشوف، هاخد عينه من عينه من البلاد اللي انا اشوف مثلا في الملاريا، عشان الملاريا بتكون ماشيه في البلاد ذات نفسه، وكمان اشوف لو حصل فيها هيموليتيك انيميا اصلا. ده بيحصل ايه during pregnancy but allow the detect only moderate with parasitemia. يبقى احنا بنشوف بس المادر عندها باراسايتيميا ولا لا. يعني ايه باراسايتيميا؟ انا هنا بشوف هل الام عندها بارازايت موجود في البلط ولا لا. يبقى احنا كده عرفنا الثلاث امراض اللي احنا عايزين نشخصهم. يبقى احنا عرفنا التوكسوبلازم سيرولوجيكال. طيب والكروزي؟ كروزي لو لقيت الانتي بودي فبالتالي كرونيك، كل ده انا بشوفه في الدم. طب والستاندرد سيك بلاد سمير عشان اشوف فيه الملاريا، وده برده ايه برده بلاد. يبقى انا هنا بشوف باراسايتيميا، باراسايتيميا بشوف البارازايت في الدم. طيب احنا كده يعني عايز اعمل ديتكشن للام، خلصناه. دلوقتي عايز اعمل ديتكشن للفيتس. الفيتس نفسه اللي هو ايه اللي جوه جوه بطن الام جوه اليوترس. طب انا هعمل له ديتكشن ازاي؟ اول حاجه اللي انا هعمل له اخد امنيوتك فلويد. امنيوتك فلويد عن طريق عمليه اسمها امنيوسينثيسيس. امنيوسينثيسيس اللي انا اخد حبه امنيوسينثيسيس من اسمها امنيوسينثيسيس اللي انا اخد حبه يعني من ايه من الامنيوتك فلويد اللي حوالين ايه اللي حوالين الجنين ده. فاني اسبوع الاسبوع ال14 لحد الاسبوع ال18 دي احسن فتره اخد منه امنيوتك فلويد. يبقى احسن فتره اخد من الجنين حوالينه اللي حوالين الجنين امنيوتك فلويد اللي هو عن طريق عمليه اسمها امنيوسينثيسيس في الاسبوع ال14 لل18. وده ممكن يتسال عليه 14 ل18 من جستيشنال ايه جستيشنال ويك. ده اوبتيمال تايم بالنسبه له. اهم حاجه نعرف ان اهم عمليه في الامنيوتك فلويد بستفاد بيها يمين التربنسو اللي هو التوكسوبلازم. التوكسوبلازم احنا عارفين الاطفال او اكس، الاطفال او اكس امنيوتك او الاطفال توكسوبلازم تمام. لكن التشاجز والملاريا ما بتكونش دايجنوستيك خالص اللي احنا ناخد ايه اللي انا اخد امنيوتك فلويد من الطفل. يعني مش احسن حاجه اللي انا اخد امنيوتك فلويد وعايز اشوف مثلا الملاريا ولا اشوف التشاجز ديزيز. لا، اهم واحده للامنيوتك فلويد اللي هو التوكسوبلازم تمام. توكسوبلازم جندور او ادي توكسوبلازم اهم واحده في الامنيوتك فلويد عشان انا بشوف ايه بشوف البارازايت والبارازايت دي ان. يبقى انا بشوف الامنيوتك فلويد البارازايت والبارازايت دي ان بالنسبه للتوكسوبلازم. طيب انا دلوقتي لو عايزه اشوف ال اتاكد فبستخدم ايه؟ بستخدم بي سي ار. يبقى انا بستخدم بي سي ار بنسبه 64 ل 100% في الناس في الاطفال اللي هم بيكون عندهم فيتال او نيونيتال توكسوبلازموزس اللي عندهم ايه الاطفال اللي عندهم توكسوبلازموز بستخدم معاهم البي سي ار بنسبه 64 ل 100% تمام. وده بيعتمد على ايه الجستيشنال ايج از ماترنال انفيكشن. يعني هو ده بيعتمد انا اعمل له بي سي ار ولا لا امتى. يعني انا اخد دلوقتي عينه من النيونيتال او الطفل ده في قلب ايه في قلب رحم مامته، اخد العينه دي واعمل له بي سي ار في بنسبه 64 ل 100% في حاله اللي هو الام مصابه في انهي ايج في انهي عمر. يعني هو سيفير جدا ان انا خايفه على الطفل ده فبالتالي احنا محتاجين نعمل له مثلا ابورشن عشان خاطر ما يتولدش عنده مشاكل فبالتالي لازم اخد عينه من الجنين، ولا هو اساسا جالها انفيكشن في الاخر فبالتالي مش هيكون قوي فهنقدر نعالجه لما يتولد وهكذا. يبقى احنا اهم حاجه عرفنا الامنيوتك فلويد ده تبع مين؟ توكسوبلازم. طب اخد امتى البي سي ار تبع التوكسوبلازم؟ برده في حاله ايه؟ في حاله اللي هو نشوف الجستيشنال ايه الجستيشنال ايج بالنسبه للماترنال انفكشن. طيب بعد كده عايز اعمل نيونيتال انفكشن. نيونيتال انفكشن انا دلوقتي عايز اعمل اختبار للطفل بعد ما اتولد. طب اعمل اختبار للطفل بعد ما اتولد امتى؟ اللي انا اخد مثلا شويه بلط منين؟ من الهول امبلايكال كورد تمام. يبقى انا اخد بلط سامبل عينات من الدم ادبرس عند الولاده من الامبلايكال كورد. ليه الاحسن حاجه من الامبلايكال كورد؟ عشان خاطر هو دلوقتي مش هقعد اشكشك اعمل تروما في الطفل ده فبالتالي ايه خلاص هو بيزود تروما بدون ما اعمل له تروما. طب ما لحقتش اخد من الامبلايكال كورد وخلاص دلوقتي حابه ان انا اخد من حته ثانيه الامبلايكال كورد خلاص مسكناه بالكليبش ده فمش مش هعرف اخد. فبالتالي ببتدي اخد بعمل بريفرال فيني بيكتشر فيني بانكتشر. يعني ايه بريفرال فيني بانكتشر؟ اللي انا باخد ايه من الفين النخزه كده تمام بريفرال منين؟ من البالم بتاعه او الارم بتاعه من دراعه مثلا او الهيل الكعب بتاعه او الفينجر او الصباع بتاعه. واخد ايه اهم حاجه بلاد سامبل عين الدم عشان هو اساسا بيكون صغير جدا ان انا اخد اساسا منه شويه دم. طيب الباراسيتولوجيكال تيست اللي بنعمله هو دايركت اكزامينشن للبلاد عشان ادور على ايه البي والسي. يبقى انا بعمل دايركت اكزامينشن للبلاد البي والسي اللي هو مين؟ البلازموديوم مالاريا والسي كروزي. سي والبي والسي دولت مع البلاد البي بلاد بي بلاد فبالتالي مع البي اللي هو البلازموديوم مالاريا والسي اللي هو قبل بعد البي سي فبالتالي اللي هي مين؟ الكروزي تمام. يبقى احنا كده عرفنا دولت اللي بناخد منهم بلاد عشان خاطر نشوفهم مين اللي هو البلازموديوم مالاريا والكروزي. طيب دلوقتي بنزرع دم امتى؟ يعني بنعمل بلاد كلتشر امتى؟ بنعمل لو هو لو الفيميل دي عندها او سوري الطفل ده عنده لو باراسايتيميا. يعني ايه لو باراسايتيميا؟ يعني هو دلوقتي البارازايت الموجود في الدم قليل فانا بالتالي ببتدي اعمل بلاد كلتشر ازرع البلاد ده في كلتشر في مزرعه عشان خاطر يحصل تكاثر مثلا للايه للبارازايت ده فبيعمل توكسوبلازموز في حالات التوكسوبلازموز والتشاجز ديزيز. توكسوبلازموز تشاجز ديزيز ده اللي احنا بنزرعه اللي هو ايه تو
تو اللي هو تي وسي اي توشة، انا كنت ملخصاها في كلمة توشة تمام، التو او والسي اي تمام. وبنزرع ايه؟ بنزرع في توشه، بنزرع توشه، بنزرع توشه. التي او اللي هو توكسوبلازموز، والسي اي اللي هو التشاجز. اول اتنين بنزرعهم، اول اتنين بس اللي بنزرعهم، لكن ملاريا ما بنزرعهاش، ما بنعملهاش بلاد كالتشر. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اللي بنعمل، ناخد عينه الدم ونشوف على طول هي مين، اللي هو البي والسي. البي اللي هو بلازموديوم ملاريا، والسي التشاجز ديزيز. احنا خلاص خلصنا النقطه دي. ده بالنسبه لو خدت عينه الدم. طب هو دلوقتي لو في، لو الطفل ده عنده لو باراسايتيميا، يعني هو دلوقتي البارازايت مش موجود كويس في الدم، فبالتالي ببتدي اعمله بلاد كالتشر. مين بعملهم بلاد كالتشر؟ توشة، توشة التو اللي هو بنسميها توكسوبلازما، والسي اتش اللي هو مين؟ التشاجز ديزيز. لكن البلاري لا، الانكيولي او ممكن نعمل ايه؟ احنا بدل ما خلصت شفناها دايركت او عملت لها بلاد كالتشر، ممكن اعمل لها انكيوليشن اوف ذا مايس، اللي انا اخد حبه واحقنهم لايه؟ احقنهم لفار تمام، بحقنه بيولوجيكال فلويد. مين اللي بستخدم معاه الفار؟ التوكسوبلازموز. التوكسوبلازموزس اللي بستخدم معاه الفار، الفار اللي هو التوكسوبلازموزس تمام. عشان احنا قلنا فيها او اكس، او اكس توكسوبلازموز، احنا عرفنا الاطفال بيلعبوا بالاو اكس، هو الاطفال شبه شبه الفيران كده بالظبط، فبالتالي بيستخدم توكسوبلازموز. نحاول نسكمها كده مع بعض. طيب انا ممكن استخدم بي سي ار، اه ممكن نعمل بي سي ار اي سي مع كميه قليله من الكروزي دي ان اي، مع الايه؟ مع اللو اماونت، او مع لو اماونت مع الكروزي دي ان اي. يبقى انا في الاطفال بستخدم بي سي ار مع الكروزي القليلين تمام، اللي هو تربنسوما كروزي. تربنسوما كروزي دي ان اي بتاعها قليل، سي مع سي، بي سي ار مع الكروزي تمام. نحاول نسكمها كده. طيب لو الطفل ده جاي بيشتكي لو عنده مينينجو انسفالايتس، مينينجو انسفالايتس، فبالتالي هو عنده ايه؟ انفلاميشن في المينينجيس، وعنده انفلاميشن في الانسفالايتس في البرين بقى انا صح. فبالتالي هعمل له ايه؟ هاخد عينه من سيريبرو سباينال فلويد. يبقى انا هاخد عينه من هنا منين؟ من سيريبرو سباينال فلويد، هجمعها تمام. يبقى انا هاخد هنا عينه من السيريبرو سباينال فلويد. ليه عينه من السيريبرو سباينال فلويد مش البلاد بس؟ عشان هو دلوقتي جاي يشتكي من المينينجو انسفالايتس اصلا، فبالتالي هاخد عينه وبعد كده اكون جاي ايه؟ باختبارها. طب هو دلوقتي لو لقيت بارازايت موجوده في البلاد والسي اس اف، يبقى انا دلوقتي لو لقيت بارازايت موجوده في الايه؟ في البلاد والسي اس اف، فده بياكد جدا ان هو كان عنده كونجنتال ايه؟ كونجنتال انفكشن. هاخد عينه سي اس اف او بلاد، فانا دلوقتي لو لقيت بارازايت موجود في سيزم، ده بياكد جدا ان هو عنده كونجنتال انفكشن، يعني اتنقل ايه؟ اتنقل بارازايت من الام للبيبي ايه؟ للبيبي بتاعها تمام. طيب لو كانت لنا مثلا نيجاتيف ريزلت ات بيرث، يعني هي دلوقتي ساعه الولاده وجت اللي هي عندها نيجاتيف ريزلت، ما عندهاش اي خالص، الطفل ده ما عندوش اي خالص اي بارازايت، فانا هسكت على كده؟ لا، لازم اختبره مره كمان بعد ايه؟ بعد حوالي اسابيع، سم نيونيت ويكس اور مانثس، او شهور بعد الولاده، عشان خاطر ايه؟ اشوف ااكد السنسيتيفيتي، انكريس سنسيتيفيتي اوف ديتكشن، عشان خاطر لو ما عندوش خلاص هو اكيد ما عندوش. طب لو عنده طلع له مثلا، فبالتالي هبقى عارفه ان هو عنده كونجنتال ايه؟ كونجنتال جاي ايه؟ من البريجننسي، كونجنتال ترانسميشن ليتر ان بريجننسي. كان اساسا عنده كونجنتال ترانسميشن ليتر بريجننسي، يبقى لازم نعمل له اختبارات بعد اسبوعين ثلاثه شهر مثلا. المهم ايه؟ نبقى نعمل له تاني بمعنى صح، ما نستسلمش لو هو نيجاتيف ريزلت ات ايه؟ ات بيرث، وبالذات لو كان الام عندها. خلاص. طيب نعيد تاني الجزئيه بتاعه النيونيتال. النيونيتال احنا عرفنا ناخد عينه الدم ساعه الولاده من ايه؟ من الامبلايكال كورد، عشان ما نقعدش نعمل له تروما. طب ما لحقتش، فبالتالي هاخد له بريفرال فيني بانكتشر من الهيل او الارم او الفينجر. طيب بعمل ايه؟ بعمل دايركت اكزامينشن، باخد عينه الدم وهعملها دايركت على طول. فين؟ في حالتين، اللي هو التي والبي والسي، اللي هو بلازموديوم ملاريا والكروزي تمام، حلو جدا، او التشاجز ديزيز. طيب بعد كده اللي انا ازرعها لو كان عنده لو باراسايتيميا في حاجتين، توشه التي او والتوكسوبلازما والتشاجز ديزيز. طيب يبقى احنا عرفنا اللي انا اخد دايركت او بلاد كالتش، او احطها في ايه؟ في مايس، في فار. في حاله الفار دي احنا عرفنا اللي بيلعبوا بالفار ايه؟ اللي هو شبه الفيران. مين؟ الاطفال او اكس اللي بيلعبوا او اكس توكسوبلازموزس تمام. ممكن اعمل بي سي ار، بي سي ار مع السي اللي هو مين؟ مع التشاجز ديزيز تمام، اللي هو تربنسوما كروزي دي ان اي لو هو كان كميته قليله. طيب بعد كده قلنا لو الطفل ده عنده مينينجو انسفالايتس، فبالتالي في مشكله عنده في البرين، فباخد عينه من السي اس اف، فبالتالي عشان اختبرها. طب احنا لو لقينا البارازايت ده دلوقتي كويس جدا موجود في البلاد والسي اس اف، فبالتالي ده بياكد كونجنتال انفكشن. طب لو لقيته نيجاتيف ريزلت موجود على ساعه الولاده، فبالتالي باجي اختبره بعديها تاني بعد ايام او شهور او اسابيع، عشان خاطر اتاكد. ونعمل ايه؟ بنزود السنسيتيفيتي، بنكريز السنسيتيفيتي بتاعت الديتكشن، عشان خاطر ساعتها اتاكد اللي هو مثلا عنده كونجنتال ترانسميشن ساعه الايه؟ ساعه البريجننسي، وبالذات لو الام اساسا كان عندها ايه؟ كان عندها infection. تمام، احنا خلصنا كده الديتكشن. دلوقتي عايز اتكلم على تريتمنت، العلاج. اهم حاجه انا بعرفنا ان كل الكونجنتال اذا كان بونداي ولا كروزي ولا بلازموديوم، كلهم بنعالجهم ايه؟ بسبيسيفيك ستاندرد دراج. يعني ايه سبيسيفيك ستاندرد دراج؟ يعني الدواء المخصص لكل حد فيهم. انا ما قلتش اسماء الادويه دلوقتي، انا قلت دواء مخصص لكل حد فيهم بجرعات تناسب ايه؟ تناسب عمر الطفل ده، او تناسب ايه؟ النيونيتس ده او الفيتال ده. ما ندولوش اي حاجه كده هباء ايه؟ عشان لازم نبقى واخدين بالنا من الجرعات دي، حاجه اساسيه احنا عارفينها. طيب
if complete cure of infected newborn or infant can't be achieved. يعني هو دلوقتي لو الشفاء الكامل للطفل ده ما اتحققش، هل معناه ان العلاج ده فاشل؟ لا، العلاج ده مش معناه اللي هو فاشل، معناه اللي هو ممكن يكون قلل نسبه ايه، قلل نسبه او حد من ايه، من نسبه الموربيديتي. موربيديتي احنا قلنا دي يعني ديزيز، فقلل من نسبه المرض بتاعه، او المورتاليتي، المورتاليتي نسبه الموت، تمام، او قلل نسبه الايه، المورتاليتي بتاعه بسبب الاكيوت انفيكشن، او قلل مثلا ديفلوبمنت اوف فارذر كرونيك ديزيز، او قلل مثلا اللي هو يحصل له كرونيك ديزيز فارذر بعد كده في المستقبل في الادلت ايج اللي هو يتحول لكرونيك، قلل اللي هو النسبه. يبقى هو دلوقتي لو هو الدواء ما عملش كومبليت كيور وخفف بشكل كامل، فمعناه لو قلل الموربيديتي او المورتاليتي او قلل الديفلوبمنت اللي هو يتحول لكرونيك في المستقبل، تمام. ده دور الدواء دلوقتي. اوكي طيب احنا كده خلصنا تريتمنت. البريفنشن نمنعه ازاي؟ نمنع الكونجنتال بارازيتيك ديزيز ازاي؟ عندنا برايمري بروفلاكسس وسكندري بروفلاكسس وكنترول اوف كونجنتال انفيكشن. اول حاجه برايمري بروفلاكسس، برايمري بروفلاكسس اللي احنا نقطع اساسا الفكره ان الام نفسها يجي لها اتجاهها انفيكشن، فدي بنسميها برايمري بروفلاكسس. يبقى الام ما يجيلهاش انفيكشن، دي ده البرايمري. لو بريفنت انفيكشن اوف بريجننت وومن، البريجننت وومن نفسها ما يجيلهاش انفيكشن، ده البرايمري. سكندري الام دلوقتي جالها الانفيكشن، انا بحمي دلوقتي الاكسس ما بين الام والاب، الام والطفل، اللي هو ما يجيش للطفل دلوقتي الانفيكشن، مع ان الام عندها الانفيكشن، يبقى انا بحمي الطفل دلوقتي لو ما يجيلهوش الانفيكشن، دي نسميها secondary prophylaxis، اهو اللي هو بيتجنب الماترنال فيتال بارازايت ترانسميشن عن طريق اللي انا ايه، عن طريق اللي هو previously infected pregnant woman، اللي هي الومن اساسا كانت بريجننت، هي بريجننت وعندها، انا عارفه اللي هي عندها اساسا ايه، عندها البارازايت ده او عندها الانفكشن دي، فانا بحميهم اللي هو ما يحصلش اتصال ما بينهم اللي هو ايه يجي للطفل ده. فبندي انتي بارازيتك سيف دراجز، يعني ايه، بدي ادويه ضد البارازايت ده بتكون سيف جدا للفيتس عشان ما تعملش مثلا كونجنتال او تراتوجينيستي عند الطفل، تمام. طيب تالت حاجه بنعمل احنا نتحكم فيها اللي هو كنترول اوف كونجنتال انفكشن، انا بتحكم في ايه، في الكونجنت انفكشن. طب معناه ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي الام جات لها انفكشن وكمان ودت الانفكشن للطفل، انا هنا بتحكم في الايه، في الطفل، في علاج الطفل نفسه. يعني انا هنا بتحكم في علاج الطفل ذات نفسه، ده بنسميها كونجنتال انفكشن. دي في حاله ايه، في حاله العلاج بتاع الانفكتد بريجننت وومن ايزنت بوسيبل. يعني انا دلوقتي مستحيل ان انا اعالج البريجننت وومن دي، يعني هي جسمها مقاوم كل انواع الادويه اللي بتدي ضد البارازايت ده، فانا بالتالي هعمل لها ايه، خلاص هو دلوقتي هيتنقل للطفل ده اكيد، لكن انا بقى الحق اعالج الطفل اول ما يتولد، تمام. طيب يبقى هو بيحصل ايه هنا، بيحصل بعمل تريتمنت للانفكتد اللي هو تريتمنت بتاع الانفكتد بريجننت وومن مستحيل نوت بوزيبل اصلا، فبالتالي بنبدا تعمل ديتكشن وتريتمنت للانفكشن بتاع مين، بتاع نيو بورن او انفانت. انا دلوقتي اول ما الطفل عندي يتولد ببتدي اعالجه واعمل له تحليل للايه، للانفكشن اللي عنده دي، عشان خاطر نبدا نقلل مثلا نسبه الموربيديتي والمورتيليتي زي ما انا قلت لكم، نحاول نقلل كمان اللونج تيرم افكت على الكونجنتال انفكشن، اللي هو مثلا لونج تيرم افكت اللي هو يتحول لكرونيك ويعمل اللونج تيرم افكت بعد كده لما يبقى في الادلت، نحاول نقلل كل الكلام ده. يبقى اول ما يتولد اعالجه على طول احسن ما ايه، ما اسيبه وخلاص وبعد كده يتحول لكرونيك ويبقى الموضوع صعب معاه جدا، ممكن الطفل ده يموت، تمام. طيب ال World Health Organization WHO بتنصح بخمسه public health strategies عشان خاطر نمنع ونتحكم في البارازيتيك ديزيز. ايه هم بقى دول؟ اول حاجه بريفنتيف كيموثيرابي، يعني احنا دلوقتي ندي علاج ايه اللي هو نمنع العلاج الكيماوي، تمام. طيب تاني حاجه الكيس مانجمنت، اللي احنا نتحكم ونعمل كنترول للحاله، وكمان فيكتور كنترول اللي احنا نتحكم في الفيكتورز. ليه في الفيكتورز؟ عشان احنا فاكرين اللي هي بنسميها الكروزي كانت بتتنقل عن طريق البج، فاكرين اللي هي الوينجد بج، تمام، فنتحكم في الفيكتور، تمام. تالت حاجه طبعا ميه نظيفه والتعقيم sanitation والهايجين والنظافه كل الكلام ده، وطبعا veterinary public health طبعا صحه ايه، صحه البيطريه كل ده نحافظ عليه، ده ممكن تيجي نمريك او ممكن تيجي نمريك، فلازم نبقى حافظين. طيب دلوقتي سؤال على المحاضره الثانيه، فهو بيقول لنا هنا دلوقتي جت في ميل عندها انفيكشن بالايه، بالترمنسوما بنسميها توكسوبلازما جوندي، تمام. عندها اعراض الديفرنت ان ميني ديفرنت ويز، ويتش اوف ذا فولوينج تايبس اوف توكسوبلازموز، اي نوع من التوكسوبلازموزز بينتج عنه كونجنيتال انفيكشن that is reactivated in patient late teens or 20s. يعني هو حصل reactivation للبيشنت اخر العشرينات او الايه، او العشرينات. فانا قلت لكم ايه هي اللي كانت الديكيتس، كنا قايلين حاجه كده، العقود كانت دايما بتيجي مع الاي، فاكرين الاي اللي هو جونداي اي، فبالتالي كان بنسميها اوكيولار، يبقى الاجابه معانا دي، تمام. طيب بعد كده الهاي ترانسميشن ريت اوف توكسوبلازموزز، ايه هي النسب العاليه لنقل التوكسوبلازموزز من الانفكتد مادر للفيتس بتاعها، اكتر نسبه احنا قلناها last few weeks before birth، last few weeks before birth، لكن اصعب حاجه most dangerous اللي هو الفيرست تريمستر، لكن الاجابه معانا هنا دي، تمام. طيب الامينو سينثيسز بيكون هيلبفول مع الدايجنوستس بتاع مين، احنا قلنا امينو سينثيسز اللي هو ايه، بياخد شويه امنيوتيك فلويد، وامنيوتيك فلويد ده مع مين، امنيوتيك فلويد مع التوكسوبلازموزز، تمام. لكن التشاجز والملاريا لا، تمام. احنا كده خلاص خلصنا الايه المحاضره. طيب
تالت حاجه ان شاء الله معانا اللي هي المحاضره التالته. المحاضره التالته لذيذه جدا وجميله جدا. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن توكسوبلازما جونداي. توكسوبلازما جونداي ده مرض القطط. طيب هو بتعمل مرض اسمه توكسوبلازموزس. طيب التوزيع بتاعها وورلد وايد عشان عارفين القطط منتشره حوالين العالم كله، فبالتالي بتكون وورلد وايد. توكسوبلازما دي بتصيب مين؟ بتصيب المان وبتصيب الانيمال اللي هو بالنسبه للكات، وبتصيب كمان البوليتري الدواجن. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا المرض بتاعها وباسمها توكسوبلازما جونداي اللي احنا كنا اكد اول حاجه كنا بنتكلم عنها اساسا في الكونجنيتال، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن توكسوبلازما جونداي اللي بتتنقل عن طريق القطط، واللي هي بتصيب مين؟ بتصيب القطط وبتصيب البوليتري بتصيب الدواجن بتصيب المان وكل الكلام ده، بتعمل مرض اسمه توكسوبلازموزس. طب الشكل بتاعها في منها تاكيزويد، في منها زي ما احنا كنا بنقول هناك هناك كنا بنقول بتتنقل تاكيزويد، صح؟ اللي احنا كنا بنقول بنلاقي فيه تاكيزويد هي اللي بتتنقل من الايه، من الام للطفل بتاعها. تمام. طيب التاكيزويد ان بلاد والتيشو سيست والاسبيريوريتد اوسيست والانسبيريوريتد اوسيست، يبقى دول الاربع اشكال. التاكيزويد هي بتكون موجوده في الدم، بتكون كريسنتريك ان شيب، شكلها هلالي كده، بتكون عندها راوندد نيوكليوس وبتكون موجوده جوه انتراسيلر جوه خليه، بتري زي الماكروفاج مثلا. تمام. دي بالنسبه للتاكيزويد. طيب التيشو سيست، التيشو سيست ده بيبقى عباره عن سيست موجوده جوه التيشو كده. تمام. بتكون مليانه براديزويد. تمام. براديزويد. تمام. خدوا بالكم التاكيزويد زي التاكيكارديا فبتعمل مالتيبيكيشن كتير، لكن براديزويد اللي هي بتبقى عامله زي البراديكارديا فبالتالي ما بتعملش مالتيبيكيشن كتير، بتكون هاديه شويه ومكونه سيست حواليها جوه ايه، جوه التشو. بعد كده عندنا حاجه اسمها اسبريوليتد اوسيست، اللي هو اوسيست عندها اسبريوليشن، يعني هي بتبقى عباره عن ايه، اوسيست كده احنا عارفين اي اوسيست بيبقى عباره عن جواها سبوروسيست، والسبوروسيست جواها اربعه سبوروزويد، دي بنسميها سبوريوليت. وممكن تكون انسبوريوليت اللي هي اوسيست فرقعت موجوده فين، موجوده في الانتستين بتكون بتاعه الكات، ممكن تمشي في الاسطول بتاعه الكات، وممكن تيفولوب ايه بيحصلها تطور فين في الجراوند. يبقى احنا عرفنا الاربع اشكال بتاعه التوكسوبلازما جونداي. طيب بعد كده المود اوف انفكشن، اول انفكشن ومميز بالنسبه لنا اللي هو الانجيشن اللي هو الاكل، اللي هي بتاكل مثلا طعام ملوث او اكل ملوث، يعني هي مثلا كانت بتلعب مع القطط وايا كان وعملت كونتامينيتد فود اند درينك، ده رقم واحد. رقم اثنين هاندلنج اوف كات اكسكريتا، اللي هو مثلا ايه الاكسكريتا بتاعت الكات هي شالتها مثلا فبالتالي اثرت معايا وما تسلتش ايديها وراحت كلت، فدي من ضمن الحاجات. طيب تاني او طعام ملوث اساسا قطه عدت عليه ايا كان كونتامينيتد فود اور درينك. طيب تالت حاجه انفكتد اندر كوكت ايه ميت، لحمه مثلا مش مستويه. طب ازاي الكلام ده؟ عشان احنا عارفين مثلا اللحوم بتاكل من الارض، وكان ايا كان ممكن تكون خدت الحبه من الاكسكريتا دي او ايا كان الاوسيست الموجوده، فبالتالي راحت عملت سيست جواها تيشو سيست، فبالتالي احنا خدنا الايه تيشو سيست الموجوده في الاندر كوكد ميت. يبقى ده اول حاجه الانجيشن. تاني حاجه ممكن اورجان ترانسبلانتيشن، احنا عارفين ايه لو نقلنا عضو زي مثلا الليفر، الليفر بيكون موجود في التيشو بتاعه التيشو سيست، فبالتالي ممكن يتنقل ايه للشخص ده. او بلاد ترانسفيوشن نقل الدم زي مثلا تاكيزويد، عشان انا قلت لكم موجوده في التاكيزويد موجوده في الماكروفاج اللي هي بتكون شكلها كريسنتر كده انشيت، فهي ممكن تتنقل بلاد ترانسفيوشن تاكيزويد. او ترانسبلاسنتال روت اللي احنا لسه بنقول عليها الكونجنيتال، صح؟ احنا قلنا التوكسوبلازما جونداي عن طريق ترانسبلاسنتال روت، احنا عرفناها كويس جدا ترانسبلاسنتال روت. طيب الباثوجينيسيس اللي بتعملها بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه توكسوبلازما هو بيكون كونسيدرد اوبورتونيستك انفكشن. يعني ايه اوبورتونيستك انفكشن؟ هو انتهازيه. توكسوبلازما دي انتهازيه، واحده انتهازيه، يعني هو دلوقتي لو شخص مثلا مناعته كويسه وزي الفل واميونو كومبتنت، فبالتالي بتبدا ايه، بتبدا رابيد انتراسيلر مالتيبيكيشن اللي هي جوه الخليه كده، بتبدا تتكاثر اللي هي بنسميها تاكيزويد. تاكيزويد بتبدا تتكاثر ويحصل لها مالتيبيكيشن بسرعه جدا. طيب وبعد كده من كتر الايه التكاثر ده، وواحد شخص مناعته قويه وشغال يضغط عليها بالمناعه والخلايا المناعيه، تكون جايه رابيد شر مفرقعه. تمام. بتاع الخليه الانفكتد سيلز دي تكون جايه مفرقعه وعامله فوق النكروزس، عامله نكروزس كده ما فين في التيشو ده، عامله فوق النكروزس في الافكتد تيشو. تمام. دي بنسميها لو شخص اميونو كومبتنت مناعته كويسه. طيب دلوقتي لو شخص ده اميونو كومبرومايزد انفيجوال، الشخص ده مناعته واقعه، فبيحصل فالمنت بوريليفريشن، بوريليفريشن كده للتاكيزويد. تمام. بيحصل تكاثر للتاكيزويد. تمام. ولما بيحصل بيحصل كمان تيشو ديستراكشن، يعني هو مش بيحصل بس بوريليفريشن تاكيزويد، لا كمان شغاله تدمر كل شويه في حته نسيج تيشو ديستراكشن، فبالتالي احنا شغالين ندمر ايه تيشوز كتيره، فبالتالي بتعمل ايه بتاثر على البرين، والكومن سايت اللي بتعمل له مشاكل هو البرين. وبعد كده ننزل من البرين رحنا للعينين، يعني بعد الايه بعد البرين فوق اهو نزلنا للعين، وبعد العين رحنا لايه للانج عملت مشاكل فيه. ده لو كان شخص اميونو كومبرومايز. طيب تالت حاجه الكونجنتال فورم، زي ما احنا عرفنا في الكونجنتال فورم اللي هي بتتنقل عن طريق الايه ترانسبلاسنتال روت، هي ممكن بتروح تاثر على مين؟ السي ان اس سنترال نيرف سيستم. بتكون انفولف مينلي، بتاثر على مين وبتاثر بعد السنترال نيرف سيستم؟ بتاثر على اللانج، بتاثر على الليفر، بتاثر على الهارت. وهنعرف دلوقتي الكلينيكال مانيفستيشن كلينيكال بيكتشر بتاعتها حلوه جدا ومهمه جدا، ولو لقيناها في اي كيس بتبقى حلوه جدا. تمام. طيب دلوقتي عايزين نعرف الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر لما اجي اقسمها بنقسمها اكيوت وكرونيك كونجنيتال ولو حد اميون كومبرومايز. طيب اول حاجه ابتدي بيها الاكيوت. الاكيوت هي بتكون نسبه الانكيوبيشن بيريد اللي هي بتكون من اسبوع لاسبوعين، وبيكون في البدايه اسيمتوماتيك. طيب لو جه ظهر اعراض، لو جه ظهر اعراض بتكون جنرال سيمبتومز، اعراض ايه؟ اعراض عامه، زي مثلا الشخص ده عنده فيفر سخونيه، عنده ماليز تعب عام، او عنده مايليجيا. مايليجيا اللي هو تعب في العضلات. طيب ايه الرقم اربعه؟ انا واخداها خدوا بالكم كده شكل خارجي اللي هو فيفر سخونيه ماليز تعب خارجي ومايليجيا. طيب بدا يجي له ضعف
كده بدأ السنترال نيرف سيستم بدأ يجيله ايه 4 هيديك، بعد كده بدأ يجيله ايه رقم 5 اللي هو بيجيله هيباتوسبلينو، لا رقم 5 اللي هو جاله ستيف في النك، يعني ايه تخشب في الايه في الرقبه. وبعد التخشب في الرقبه دخلنا جوه الرقبه لقينا فيه عنده سور ثروت، وجع في الايه وجع في الزور، بس سكتنا على كده لا حصل ليمفادينوباثي اللي هو تورم فين في الليمف نودز اللي عنده، حصل انلارجمنت في الليمف نود بس كده لا ده لسه حصل كمان. رقم 8 حصل ارثلاجيا، احنا ماشيين كده في الايه في المفاصل، حصل عنده الم في المفاصل، وايه كمان حصل عنده هيباتوسبلينوميجالي، السبلين كبر في الحجم هو والايه واللي هو والليفر، هيحصل عنده كمان ريتينو اوركودايتس. ريتينو اوركودايتس اللي هو حصل ايه، حصل العين بتاعته بيكون عنده انفلاميشن فين في الريتينو ريتينو اوركودايتس اللي هو بيبقى عباره عن مشكله في الريتينا معنى صح. تمام، وبعد كده ممكن يحصل له كونفيوجن، يحصل له ارتباك. هو دي كلها مشاكل ايه، مشاكل جنرال. تمام طيب، لكن الليتنت، الليتنت هو الكومنست، الليتنت هو كرونيك، كرونيك سي كومنست هو اكتر حاجه كومنست، وبيكون في البدايه اسيمتوماتيك. تمام، لكن بعض الحالات هي اللي بيكون عندها ايه، عندها احنا دلوقتي نمسكها فوق في البرين، فبالتالي فوكال ان ايه انسفالايتس او انكفالايتس، فوكال انكفالايتس، وبعد كده بتنزل للعين بيحصل ايه ريتينو ريتينو كوردايتس، ريتينو كوردايتس. تمام، وبعد كده نروح للعضلات مايوسايتايتس، انفلاميشن فين في العضلات، يبقى نركزها كده فوكال انكفالايتس وبعد كده ريتينو كوردايتس وبعد كده العضلات، بقيه العضلات مايوسايتايتس، دولت ايه كرونيك. طيب لو الشخص ده اميون كومبرومايز يعني مناعته واقعه يعني مش هينفع في اي حاجه، فبالتالي بيروح ياثر على اهم عضو معانا اللي هو مين، اللي هو البرين. تمام، بيعمل ايه، بيعمل انسفالايتس. طيب بيعمل ايه، بيعمل انسفالايتس، ده موست كومن مانيفيستاشن، بيؤدي لايه، بيؤدي لديس بعد كده بيؤدي لديس تو رياكت تو رياكتيفيشن اوف ذا ليتنت تيشو سيست ان ذا برين. يعني ايه الكلام ده، ليه حصل هنا دلوقتي انسفالايتس، عشان حصل رياكتيفيشن للايه للتيشو سيست اللي كانت موجوده في البرين. يعني هو دلوقتي كان في تيشو سيست موجوده في البرين حصل لها ايه، او كرونيك تيشو سيست فحصل لها رياكتيفيشن ايه في البرين. طيب الكونجنتال ايه، كونجنتال انفيكشن، احنا خلصنا الاكيوت والكرونيك وخلصنا كمان الميونو كومبرومايز. طب بالنسبه للكونجنتال، الكونجنتال اهم حاجه في الفيتس ده، هو دلوقتي يا اما افقد الفيتس يا اما يا اما ايه يعمل الفيتس ده هيتولد عنده مشاكل. طب انا لو فقدت الفيتس هفقده ازاي، عن طريق الابورشن مثلا اللي هو ينزل عن طريق اللي هو حصل له ابورشن، او حصل له ستيل بيرث، ستيل بيرث اللي هو ايه مولود اساسا متوفي، يعني هو لما اتولد كان متوفي اصلا، او هو رقم 3 اللي هو ايرلي نيونيتال مانيفيستاشن، ايه ايرلي نيونيتال مانيفيستاشن، هو خلاص يا هو يا اما فقدت الطفل اذا كان ابورشن او اتولد ميت، او الطفل ده عاش تمام لكن عنده شويه اعراض. اول حاجه نبتدي بيها، هبتدي بيها البرين. زي ما انتم شايفين هيحصل عنده هنا ايه كبر في البرين اهو، اللي هو بنسميها ايه، بنسميها الهيدروسيفالس، او ممكن يصغر البرين، يظهر الدماغ بتاعته تصغر فبنسميها مايكرو مايكروسيفالي. طب ثانيه تاني، احنا دلوقتي بنقول كونجنتال، خلصنا الاكيوت والكرونيك والايه، ودلوقتي خلصنا الاميونو كومبرومايز. انا دلوقتي عايز اركز على مين، الكونجنتال. الكونجنتال اول حاجه زي ما احنا شايفين البرين بتاعه يا اما يكون الدماغ بتاعته كبرت فبنسميها هايدروسيفلس، او صغرت فبنسميها مايكروسيفلس. تمام، بنلاقي عنده في البرين شويه انتراكرينيال كلاسيفيكيشن، شويه ترسبات كده، بس لا ده في كمان اللي هو بيحصل عنده منتال ريتارديشن اللي هو مشاكل في تاخر ايه، مشاكل في تاخر المنتالي يعني. تمام طيب، وبيحصل عنده هيرنج لوس، فقد للايه للسمع، وكمان ممكن يحصل له كونفرجن. دي كلها مشاكل فين، في البرين. طيب بدانا ننزل شويه العينيه، العينيه هيحصل عنده ريتينو كوردايتس، ريتينو كوردايتس انفلاميشن في الايه في الريتينا. طيب وبعد كده بدات انزل شويه لقيت اللونج، اللونج حصل فيها نيومونايتس، نزلت شويه كمان لقيت عنده ايه في سبلين وايه والليفر، حصل هيباتوسبلين وميجالي، ونتيجه عنه هيحصل فيه جوندس. طيب بس كده لا هيحصل فيه سكين راش اخر حاجه، لا في جسمه كله مبقع. تمام، يبقى احنا كده خلصنا كل ايه بيحصل سي ان اس واي وسيستميك ايه افكشن. واهم حاجه نبقى عارفين الليت مانيفيستيشن هم مين، مين هم الليت مانيفيستيشن، منتال ريتارديشن والهيرنج لوس اللي هو تاخر، والهيرنج لوس اللي هو فقد السمع، والمنتال ريتارديشن دولت ليت مانيفيستيشن، لكن انا حطيتهم في ترتيب عشان نبقى عارفينهم احنا رتبناه ازاي. مسكنا اول حاجه في البرين هيدروسيفلس، مايكرو مايكروسيفلس، انتراكرينال مانيفيستيشن، وانتراكرينال سوري كالسيفيكيشن، وكونفولشنز، ومنتال ريتارديشن، وهيرنج لوس. دول كلهم كده تبع الايه، تبع السي ان اس فوق. وبعد كده بصينا على العينين حصل عنده ريتينو كوردايتس، وبعد كده بصيت لقيت عنده نيومونايتس، وبعد كده هيباتوسبلين وميجالي وجوندس. تمام طيب، وبعد كده ما ننساش السكين ايه، سكين ريش. طيب اهم حاجه ليت مانيفيستيشن، منتال ريتارديشن، ليت مانيفيستيشن ام مانيفيستيشن اللي هو منتال ريتارديشن والهيرنج لوس. تمام، ال هي رينج لوس والمنتال ريتارديشن، ام منتال ريتارديشن. يبقى احنا كده خلصنا مين هم الليت مانيفيستيشن. طيب وعرفنا الكلينيكال بيكتشر للكل، الاكيوت كان في البدايه اسيمتوماتيك وممكن يحصل عنده جنرال مانيفيستيشن زي ما احنا شفنا، الليت كان بيبقى هو الموست كومن وبيكون اسيمتوماتيك، لكن بعض الحالات اللي بيكون عندها الفوكال انسفالايتس والريتينو كورديتس وكمان مايوسايتايتس. طيب والتوكسوبلازما اللي هو اللي عنده اميونو كومبرومايزد بيشنت اللي هو بيكون عنده ايه، اللي هو عنده انسفالايتس، والانسفالايتس ده نتيجه رياكتيفيشن لمين، اللي كان تيشو سيست موجود في البرين واحصل له رياكتيفيشن. يبقى احنا كده خلصنا كلينيكال بيكتشر. طب الكنترول، نعمل كنترول للكلام ده ازاي،
اول حاجه نحافظ طبعا على النظافه، نعمل بروبر هيلثي هابتس، نحافظ على النظافه العامه اللي هو طبعا غسيل الايد قبل الاكل، وكمان نطبخ الاكل بشكل كويس، نطبخه بروبر ايه، بروبر كوكينج للايه للميت، ما نعملوش اندر كوكت مثلا. تمام. رقم اثنين اللي هو ايه، نعمل بروبر كير للايه للهاوس كات، لو احنا مثلا مربيين قطط نعمل لها بروبر كير، عنايه خاصه ونديها الفاكسينيشن بتاعها وكل الكلام ده. ايه دايجنوزز، اشخص ازاي؟ طيب نركز كده، لما اجي اقول تشخيص فبالتالي هيجي في بالي ايه، كلينيكال دايركت واندايركت صح، وبي سي ار. طيب اول حاجه كلينيكال، الكلينيكال مفيش حاجه سبيسيفيك اللي انا اقول عنده كلينيكال مانيفيستاشن شايفاه بعينيا اقول عليه كلينيكال. طيب دايركت، دايركت اللي انا بدور على البارازايت ذات نفسه، نعمل بارازايت ايزوليشن وهيستولوجيكال ايدنتيفيكيشن، يبقى انا بدور هنا على البارازايت ذات نفسه، ده نوت كومنلي يوز ما بيستخدمش اصلا. طب انا بدور هنا على ايه، على البارازايت اي اني حاجه اساسا، انا بدور هنا على التاكيزويد، التاكيزويد احنا شايفين عرفنا ان هي بتكون موجوده فين، موجوده في الماكروفاج، الماكروفاج بتكون ماشيه فين، موجوده في البلاد، فبالتالي انا بدور هنا على بلاد سمير او ممكن تكون ايه موجوده في التيشو، عشان احنا عارفين بعض الايه، بعض التيشو بيكون فيها ماكروفاج ثابته، فبالتالي بتكون موجوده في الماكروفاج، فبالتالي بندور على تاكي زويد في التيشو والايه بلاد سمير، دي في الاكيوت انفكشن. تمام حلو جدا، تاكي زويد بتكون موجوده في الاكيوت انفكشن. طب ده انا نحاول لكرونيك، احنا عرفنا كرونيك يعني سيست، كرونيك سي مع سي يعني سيست، بالتالي بنلاقي سيست موجوده في التيشو فين، ما موجوده في الكرونيك انفكشن. تمام، يبقى انا بدور على سيست موجوده في التيشو في الكرونيك انفكشن. طيب لو لقيت سيستم موجوده في الفيتس او موجود في النيو بورن او الطفل اللي هو لسه مولود او الفيتس ده، لو لقيت فيه موجود عنده سيستم اكيد جاي كونجنتال، يبقى عنده كونجنتال انفكشن، مولود اساسا جاي له الانفكشن من الام، فبالتالي مكون سيستم اساسا في الايه، في الفيتس او الايه او في النيو بورن. يبقى ده احنا كده بصينا على دايركت اللي انا بدور على البارازيت وده نوت كومنلي. طب انا اندايركت، اندايركت انا بشوف سيرولوجيكال تيست، سيرولوجيكال تيست عندنا حالتين، حاجتين، يا اما استخدم حاجه اسمها سابن فيلد مان تيست، سابن فيلد مان داي تيست، انا بستخدم صبغه اسمها سابن فيلد مان، سابن فيلد مان ده جولد ستاندرد لكن ما بتستخدمش ليه، عشان احنا عارفين اي سيرولوجي اللي انا بجيب السيرم، السيرم ده بيبقى فيه الانتي بودي صح. تمام جدا، ببتدي احطه واجيب عليه الانتيجين، الانتيجين اللي انا بجيبه هنا لازم عشان خاطر بستخدم السابن فيلد مان داي تيست ده، لازم استخدم الانتيجين بتاعنا اللايف توكسوبلازم، لايف توكسوبلازم، توكسوبلازم عايشه، وده بيكون نادر ان انا الاقيه اصلا، ولو لقيته ممكن يعدي الدكاتره اللي شغالين عليه، فاحنا ما بنعندناش بنستخدمه مع ان هو جولد ستاندرد واكتر حاجه حلوه جدا، لكن ما عادش ايه متاح، نوت افيلبل كوميرشالي. تمام، ده اول واحد اللي هو سابن فيلد مان داي تيست اللي احنا بنستخدم فيه ايه، بنستخدم لايف توكسوبلازم، عشان كده نوت ايه، نوت يوز او نوت افيلبل كوميرشالي مع انه هو جولد ستاندرد. تاني حاجه في السيرولوجيكال تيست اللي هو الانتي بودي ديتكشن ايه تيست، ايه هو الانتي بودي ديتكشن تيست، انا بدور على الانتي بودي عن طريق ايه، عن طريق زي ما احنا عارفين اللي هو اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست او اندايركت فلورسنت اجلوتينيشن تيست او الايزا، كل الكلام ده. طيب اللي هم دولت الانتي بودي دول، عايز اعرفكم اللي هم روتين ميثود، روتين ميثود اه، هم روتين ميثود عشان خاطر نعمل دايجنوز للتوكسوبلازموزس، يعني هم الحاجه اللي احنا بنستخدمها روتينيا، الاميونوجلوبولين ام ام من البدايه، فبتيجي مع الاكتيف انفكشن او الاكيوت انفكشن. طيب لو لقينا رايزنج تيتر في الاي جي جي، يعني هو دلوقتي الاي جي جي شغاله تعلى كده وعندها رايزنج تيتر في الجراف، فبالتالي دي بتبقى برضو اعرف ان هي اكتيف انفكشن مش ثابته، لو كانت ثابته فبعرف ان هي كرونيك انفكشن، لكن الاي جي جي لو لقيتها بتعلى فبالتالي اي اكتيف انفكشن. طيب يبقى احنا كده خلصنا كلينيكال ودايركت واندايركت. انا عايز اتكلم دلوقتي على البي سي ار، البي سي ار دلوقتي انا بدور على البارازايت دي ان اي، دي ان اي بتاعه البارازايت، وده بيكون مفيد جدا في حالات الكونجنتال انفكشن بالنسبه لليوترو، واحد في رحم الام، فانا دلوقتي بدور عنده اللي هو متوقع اللي هو جات له كونجنتال انفكشن ثالث من الام للبيبي، وانا عايزه دلوقتي عايزه اشوف، فبالتالي باخد عينه من الطفل ده في قلب الرحم، وبالتالي بشوفها بي سي ار. تمام، عشان بدور على البارازايت دي ان اي، او شخص مثلا اميونو كومبرومايز مناعته وقع، فبالتالي بشوف بالبي سي ار. يبقى البي سي ار ليه حالتين، كونجنتال انفكشن في اليوترو والاميونو كومبرومايز. طيب انا عايزه اوريكم حاجه، ده مهم جدا ليه، عشان الدكتوره كانت متاكده عليه، فاحنا نحاول نركز كده مع بعض. الاميونو جلوبولين جي دلوقتي لو الاميونوجلوبولين جي نيجاتيف مش موجود، طب والاميونوجلوبولين ام مش نيجاتيف برضه مش موجود، فبالتالي ده معناه ايه، نو انفكشن طبيعي، مفيش اساسا مفيش اصابه، فبالتالي الاثنين هنلاقيهم نيجاتيف. طب انا دلوقتي لو لقيت الاميونوجلوبولين جي بوزيتيف والام مش موجوده، تمام، فده معناها ايه، معناها الجي بوزيتيف، فمعناها ده كرونيك انفكشن، عشان احنا عارفين الجي لما بيكون ثابت وموجود فبالتالي معناها كرونيك انفكشن يعني اكتر من 6 شهور. تمام، طيب انا دلوقتي لو لقيت الاميونوجلوبولين جي مش موجوده والام هي اللي موجوده، ده انا هاخد ايه، قدامي حالتين دلوقتي اصدقهم، لو لقيتها اللي هي احنا عارفين اللي هو ايه، ممكن الاقيها اكيوت انفكشن عشان احنا عارفين ام من البدايه، فبالتالي هلاقيها اكيوت انفكشن، او ممكن الاقيها فولز بوزيتيف اميونوجلوبولين ام. طب اصدق ازاي، احنا اول حاجه اهو قلت لكم زي ما قلت لكم بوزيتيف اكيوت انفكشن او بوزيبل اكيوت انفكشن او فولس بوزيتيف اميونوجلوبولين ام، هتاكد عن طريق ان انا اقيس اميونوجلوبولين جي، لو لقيت الاميونوجلوبولين جي عندها رايزنج تيتر وبدات تعلى زي ما احنا شايفين، فده معناها اللي هو عنده ايه اكيوت انفكشن. طب ما لقيتش اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام بس اللي موجوده، فبالتالي هعرف ان هي فولس بوزيتيف اميونوجلوبولين ام ايه ريزلت، بس هي ده نفس الكلام اللي هنا. طيب لو انا دلوقتي اميونوجلوبولين جي بوزيتيف والاميونوجلوبولين ام بوزيتيف، فده معناها ايه،
انا دلوقتي هبتدي ابص اعمل حاجه اسمها افيديتي تيست، اللي هو اي جي جي افيديتي تيست. الاي جي جي افيديتي تيست اللي هو ايه؟ اللي هو القابليه او اللي هو تاثير التجاذب. فاحنا بنشوف دلوقتي الاي جي جي ماسكه مع الانتيجين بقد ايه. لو هم ماسكين قوي مع بعض فده معناه ان هم كرونيك عايشين مع بعض وعشره من زمان، فده كرونيك. تمام. طيب لو هم دلوقتي على خفيف كده فبالتالي ده اكيوت، واحنا لازم نبقى عارفين هو اكيوت ولا كرونيك من النقطه دي. تمام اهو. لو هو هاي افيديتي فكرونيك انفيكشن، طب لو لو افيديتي فبالتالي ريسنت انفيكشن. تمام تمام جدا. طب اعالج ازاي؟ اعالج، احنا عارفين القطه بتاع القطط. تمام. فبنعالج ببس البي بايريميسامين والاس سلفا ديازين وسبايراميسين. اهم حاجه السبايراميسين ده، السبايراميسين ده مهم جدا عشان بيعالج الحوامل. سبايرا اس بي بي بريجنسي، بي بريجنسي البريجنسي بيتعالج بسبايراميسين. يبقى احنا قلنا بايريميسامين وسلفا ديازين وسبايراميسين. طيب احنا ممكن نستخدم كليندامايسين كمان وفولينيك اسيد الاستف اللي هو بس سيف. تمام. سيف اللي هو ايه؟ كليندامايسين وفولينيك أسد. ممكن نستخدمه لكن احنا مأكدين على الثلاثة دول. حلو جدا. طيب اللايف سايكل احنا لسه عارفينها دلوقتي. الهابيتات بيعيش في الانتستاينال ميكوزا بتاعت الكات، وعرفنا مين اللي بتعيش في الانتستاينال ميكوزا؟ الانسبريليتد اوسيست اللي معايشه فين؟ في الانتستاينال ميكوزا بتاعت الكات. طيب الديفينيتيف هوست، الديفينيتيف هوست هو الكات برضو. تمام. هو ده السبيسيفيك هوست. تمام. حاسه توكسوبلازما بتكمل اللايف سايكل بتاعتها فين؟ في الكات. طب مين هم الانترميديت هوست؟ الانترميديت هوست المان، الماميل، البيرد، اي حاجه بتعدي فيها. تمام. البارازايتس فاوند ان ذا انتراسيلولر ان البارازايت بيكون عايشه فين؟ انتراسيلولر جوه الخلايا. في اني حته بالظبط؟ في الريتيكولو اندوسيليال سيت. ايه هو الريتيكولو اندوسيليال سيلز؟ اللي هو الار اي سي لو انت فاكرين. الريتيكولو اندوسيليال سيلز اللي هي كانت عباره عن الماكروفاج اللي هي الخلايا المناعيه، اللي هي كده عباره عن السايمس جلاند والليمف نود والماكروفاج وكل الكلام ده. هي البارازايت بتروح تعيش انتراسيلر جوه الخلايا بتاعت مين؟ بتاعت الريتيكولو اندوسيليال سيلز، في ديفرنت اورجانز، في اعضاء مختلفه بتاعت المان والانيمالز كل الكلام ده. بالنسبه للانترميديت هوست، يبقى الانترميديت هوست هو المان والمملز وكل الكلام ده وده والبيردز وكل الحاجات دي. بتعيش فين؟ بتعيش الانتراسيلر في الخلايا. البارازايت بتعيش في الانتراسيلر في الريتيكولو اندوسيليال سيلز في اي اورجان من الاورجانز. طيب بعد كده ايه هي الانفكتيف ستيج؟ لازم عارفين البراديزويد. البراديزويد دي موجوده فين؟ زي ما قلت لكم في تيشو سيستيشو سيست دي بتكون فيها براديزويد. البراديزويد دي بتكون موجوده فين؟ في الميت. التيشو سيست دي موجوده في الميت في اللحمه. طيب ده اول ايه؟ ده اول انفكشن. ممكن يحصل انفكشن كمان من السويل. السويل دي بنلاقي فيها اوسيس. ممكن يحصل انفكشن عن طريق الايه؟ البلاد. البلاد بنلاقي فيها تاكيزويد. دولت كلهم احنا خلاص عرفنا التاكيزويد موجوده في البلاد، البراديزويد اللي هي موجوده في التيشو سيست موجوده في الميت، والاوسيس موجوده في السويل. طيب سؤال كده كويس على السريع. فهو بيقول 60 year old male. تمام. حصل عنده vision loss في الرايت اي، وحصل في عنده small blind spot، نقطه كده small blind spot في اللور سنتر بتاعه الرايت اي بعد تروما من خلال شهر. بعد تروما يعني بعد شهر من التروما. تمام. الفيجن لوس شغال يزيد بروجريسنج وشغال يزيد. عنده عنده صداع، عنده اوبتيك نيرف اديما، عنده ليكج في الانجيوجرام، عنده اسكيميا في الاوبتيك نيوروباثي، يعني كل ده مشاكل تبع الاعصاب موصله لايه؟ للعينين. عنده اوبتيك نيورايتس. تمام. هو بوزيتيف للتوكسوبلازما انتي بودي، يعني هو دلوقتي لقينا التوكسوبلازما انتي بودي وعنده بوزيتيف. طب هو دلوقتي بيقول لي احنا عرفنا اللي هو خلاص شخصنا اللي هو عنده توكسوبلازما، هو عايز يعرف لي ايه هو سيرولوجيكال تيست، اهميه الاكسبلين سيجنيفيكانس اوف سيرولوجيكال تيست في الدايجنوست بتاع التوكسوبلازما. احنا عارفين السيرولوجيكال تيست بنستخدم حاجتين، سيبان في الديمان دايتس والانتي بودي ديتكشن اي سي. صح. تمام جدا. وعرفنا السيبان اهم حاجه ما بنستخدموش ليه؟ عشان خاطر بنستخدم فيه لايف توكسوبلازم. والانتي بودي اللي هو الايه اللي هو بنسميه الاندايركت الهيم اجلوتينيشن تيست والاميون فلورسنت اجلوتينيشن تيست والايلايزا. صح. تمام. وعرفنا اللي هو روتين روتين موسد الروتين موسد والاميون جلوبين ام بنستخدمه في الاكيوت، ولقينا رايزنج تيتر من الاميون جلوبين جي فبرضه بتكون اكتف انفكشن. طيب تاني سؤال بيقول لنا احنا نعالج حاله التوكسوبلازما ازاي؟ احنا عرفنا بس اللي هو بايريميسامين، سلفا ديازين، سبايراميسين. سبايراميسين اهم واحد عشان بيعالج البريجننسي، وعندنا كليندامايسين وفلونيك اسيد. طب ايه هي الطرق اللي بنستخدمها عشان خاطر ايه؟ نمنع التوكسوبلازما اللي هو الكنترول. احنا عرفنا اللي بنعمل بروبر هيلثي هابت اللي هو النظافه، الغسيل قبل الاكل، وكمان نعمل الاكل غسيل قبل ما ناكل، وكمان نطبخ الاكل بطريقه كويسه، وبروبر كيل للكات والفاكسينيشن وكل الكلام ده. احنا خلاص خلصنا كده الحمد لله المحاضره الثالثه. دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هتكلم عن السي بي ال. احنا سي بي ال يعتبر مراجعه للي فات، فاحنا هنقرا الكيس ونحل الاسئله على السريع. طيب هو دلوقتي الكيس بيقول لنا ايه؟ اللي هي 25 في ميل بريجننت. تمام تمام جدا. فين؟ في الاسبوع في الاسبوع ال 15 من الايه؟ من الحمل بتاعها. يعني في انهي شهر؟ يعني هي حوالي في الشهر الرابع. تمام. طيب هي بيكون جاي لها فيبرايل إلنس سخنه، وعندها صداع، وعندها انلارجمنت في الليمف نود، وكومن كولد هو شبه اعراض البرد خالص. يبقى احنا قلنا شبه اعراض البرد دي كانت اكيوت.
اكيوت ايه توكسوبلازما جونداي، عشان احنا شايفين الاكيوت توكسوبلازما جونداي كان ممكن تكون اسيمبتوماتيك بعد كده يجي لها اعراض عامه اللي هي شبه اعراض البرد بالظبط اللي احنا سايلين عليها، اللي هي سخونيه صداع انلارجمنت في الليمف نود شبه البرد. هي كانت هاوس كيبر وبتاكل لحمه وبالاخص كباب، الكباب احنا عارفين ان هو اندر كوكد ميت، وكمان بتتعامل مع القطط وعايشه في فارمنج اريا. ده خلاص يا جماعه ده توكسوبلازما جونداي. بس نكمل. وان ويك كورس خدت ايه من سيفيكسم وكو اموكسيكلاف ايا كان، يعني دولت انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس ما عملتلهاش حاجه عشان ده مش عباره عن بكتيريا، فبالتالي فضل السيمتومز شغاله معاها. تمام، هو دلوقتي عملت لها سيرولوجيكال تيست للاميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام لقيتهم بوزيتيف. تمام، طيب السي ار بي نيجاتيف وعندها اليفيتد شويه اريثروسايت سيجمنتيشن ريت عندها عالي شويه اللي هو الترطيب عالي شويه عندها، وكل حاجه بقيتها ايه نورمال. طيب دي الاسئله اللي هنسالها، فانا حاطه الاسئله تحت عشان يبقى معانا. طيب هو دلوقتي بيسالني عن دايجنوسيس وايه هو البوسيبل روت اوف ترانسميشن. احنا عرفنا دلوقتي الدايجنوس هو عباره عن ايه توكسوبلازما جونداي اللي هي عامله مرض اسمه ايه توكسوبلازموس. هكتب توكسوبلازموس بس لازم نكتب اكيوت ولا كرونيك. احنا عرفنا ان هو الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام عاليين بوزيتيف، فبالتالي هو بيكون عندها ايه عندها اكيوت، ده اكيد عندها اكيوت. تمام، عشان هو الرايزنج تيكتر اوف ايه لو احنا لقينا رايزنج تيكتر اوف اميونوجلوبولين جي معاها اميونوجلوبولين ام فده معناها اكيوت، فبالتالي عندها اكيوت توكسوبلازموس، ده رقم واحد. طيب ايه هي البوسيبل روت للترانسميشن؟ احنا لسه قايلين دلوقتي يا اما انجكشن يا اما كلت حاجه يا اما بلاد ترانسفيوشن يا اما اورجان ترانسبلانتيشن يا اما ترانسبلاسنتر. تعال نقول لو هي انجكشن كلت ايه، كلت تيشو سيست مثلا، كلت تيشو سيست موجود في الاندر كوكد رو ميت هي عشان هي واكله كباب صح. تمام جدا. طيب تاني حاجه ممكن نقول عليها اللي هي انجكشن، ممكن تاكل ايه كمان، ممكن تاكل الاوسيست عشان احنا قلنا دي دول كلهم انجكشن، انجكشن للتيشو سيست موجود في الاندر كوكد ميت، او تاكل اوسيست من السويل او اي كونتامينيتد فود او درينك. طيب ممكن يتنقل كمان قلنا عن طريق البلاد ترانسفيوجن نقل الدم، او عن طريق اورجان ترانسبلانتيشن قلت لكم الليفر بيكون فيه سيست مثلا والسيست دي اتنقلت بيها، او البلاد ترانسفيوجن بنلاقي فيها تاكيزويد او ترانسبلاسنتال كونجنيتال. تمام، يبقى دولت الروت اوف ترانسميشن. طب السؤال اللي بعده ايه هي المانيفيستاشن بتاعت الديزيز، اعراض الديزيز بنيجي نقسمها هل اكيوت ولا كرونيك ولا اميونو كومبرومايز ولا كونجنيتال. اول حاجه الاكيوت، الاكيوت اللي هي جنرال سيمبتوم شبه اعراض البرد بالظبط. اول حاجه بيكون عندها فيفر وماليز تعب عادي، مايليجيا تعب في العضلات، انا خدتها كده من بره، بدا يجي لها ايه بدا يجي لها رقم 4 راش. تمام، ده كله لسه بره، بدا يجي لها جسمها كله يبقع. تمام، رقم 5 عندها صداع مسكنا فوق، عندها ايه دماغها عندها فيها صداع، عينيها لقينا فيها ريتينوكورتايتس. تمام بس كده لا، عندها ستيفنس في النك، رقبتها مخشبه، عندها سور ثروت، عندها ليمفادينوبسي انلارجمنت في الليمف نود، عندها كمان هيباتوسبلينوميجالي، الليفر عندها والسبلين كبروا، فبالتالي عندها فعندها ايه اخر حاجه ارثلاجيا اللي هو الايه اللي هو تعب او الم فين، الم في المفاصل. طيب ايه الليتنت، احنا كده خلصنا الاكيوت ايه اكيوت مانيفيستاشن. طب لو كانت ليتنت احنا عرفنا اسيمبتوماتيك، لكن بعض الحالات فيه واللي هم عندهم ثلاث حاجات دول مين، اول حاجه فوكال انسفاليتس، فوكال حتت كده انسفاليتس مش كلها. تمام، وبنلاقي كمان ريتينوكورديتس، عينها فيها ريتينوكورديتس، ونزلنا على العضلات حصل عندها مايوسايتس انفلاميشن في المصل. تمام، طيب بعد كده عندنا الاميونو كومبرومايزد بيشنت، واحد مناعته واقعه، فبالتالي بيكون عنده ايه البرين كله بدل ما كان فوكال انسفاليتس لا ده بقى عنده انسفاليتس بشكل كامل، او عندها في انسفاليتس بشكل ايه بشكل كامل. تمام، طيب ايه هي الكونجنيتال انفيكشن، احنا قلنا يا اما اكيوت يا اما ليتنت يا اما اميونو كومبرومايز يا اما كونجنيتال. كونجنيتال تعالوا نفتكر الطفل، الطفل ده اول حاجه يا اما نلاقي دماغه كبيره اللي هو بنسميها هيدروسيفلس، او دماغه صغيره اللي هو بنسميها مايكروسيفلس. تمام بس كده لا، رقم ثلاثة كمان تعالوا نبص عليها اللي هي بيكون عندها عنده او الطفل ده او الطفله دي عندها انتراكرينيال كالسيفيكيشن، عندها ترسب شويه ايه كالسيوم كده موجود فين في الكرينيوم، منتر ريتارديشن وهيرنج لوس. قلنا الاثنين دولت ليتنت ايه مانيفيستاشن، لكن قلناهم منتر ريتارديشن وهيرنج لوس. تمام، طيب وعندها كونفالجن، دي كلهم تبع البرين. طب عينيها ريتينوكورديتس، طب عندها نيومونايتس في الايه في اللنج. طيب وبعد كده الهيباتوس بلينوميجالي، وكمان هيباتوس بلينوميجالي طبيعي هيحصل عندها جوندس صح. تمام، ممكن يحصل عندها ثرومبوسايتوبينيا وبربرا صح. تمام جدا، ثرومبوسايتوبينيا وبربرا وانيميا وسكين راش، كل ده من كونجنيتال انفيكشن اللي احنا سائلينهم فوق. طب ايه هي اهميه السيرولوجيكال تيست، اهميه السيرولوجيكال تيست احنا عندنا زي ما احنا سايلين دلوقتي السيرولوجيكال تيست بيتقسم في حاجتين عندنا هنا اللي هو سابين في الديمان داي تيست والانتي بودي ديتكشن تيست. سابين في الديمان داي تيست هو مهم جدا، والجولد ستاندرد تيست، لو جت لنا كلمه جولد ستاندرد تيست ومين هي لازم نبقى عارفين اللي هو سابين في الديمان داي تيست، وهو اهم حاجه نوت افيلبل ليه، عشان خاطر هو دلوقتي بنحتاج لايف توكسوبلازم، واحنا مش معانا لايف توكسوبلازم مش هنجيبه، ممكن كمان بيسيب الايه الدكتور اللي شغال عليه. ده رقم واحد. رقم اثنين الانتي بودي ديتكشن تيست اللي احنا عرفناها اللي هو ايه اللي هو بيبقى عباره عن هيماجلوتينيشن والفلوريسنت والاليزا، دول كلهم روتين ميثود اساسا بنستخدمهم، وزي عرفنا بنستخدم نعمل دايجنوز للتوكسوبلازما عن طريق ميونوجلوبولين ام وميونوجلوبولين جي
الام اللي هو بتاع الاكيوت وهو الجي، عشان لازم نلاقي رايزنج تيتر من الجي، عشان لو ما لقيناش فبالتالي بنسميها فولس بوزيتيف، لازم نلاقي الاثنين مع بعض ولازم رايزنج تيتر من الجي، لو لقينا الجي ثابت بس فبالتالي بنلاقيه كرونيك. تمام. طيب احنا دلوقتي هنقسمها ونتكلم على التقسيمه دي بدل ما اكلمكم على نفس الجدول. عملت التقسيمه دي، لو ما لقيناش حاجه من الاثنين فبالتالي نو انفكشن، لو لقينا الجي بس وثابته فبالتالي اكتر من ايه، اكتر من 6 شهور وعناها كرونيك. طب لو لقينا اميونوجلوبولين ام فبيجي في دماغي هقيس الاميونوجلوبولين جي، تمام، بعديها باسبوعين ولا حاجه هقيس الاميونوجلوبولين جي، لو ما لقيتش معناها ده فولس بوزيتيف اميونوجلوبولين ام وخلاص مش هاخد في بالي. طب لو لقيت عالي رايزنج تيتر اميونوجلوبولين جي ده اكيد اكيوت انفكشن. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الاميونوجلوبولين ام. طب لو لقيت اميونوجلوبولين جي مع اميونوجلوبولين ام فبعمل اختبار اسمه افيديتي، لو لقيت عندها هاي افيديتي والاثنين عندهم جاذبيه لبعض كده فمعناها معيشه من زمان فبالتالي كرونيك. طب لو لقيتهم لو افيديتي فمعناها ان هم اكيوت. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا اي ترايمستر من البريجننسي بيكون دينجرس. احنا قايلينه اساس اي ترايمستر من البريجننسي بيكون دينجرس، احنا لسه قايلينه اللي هو بيكون اول ترايمستر اللي هو فيرست ترايمستر اول 3 شهور، بغض النظر ان هو بيتنقل بيكون اللي هو بيتنقل فيه بالراحه او بيكون قليل جدا، اللي هو التوكسوبلازما جوندي بيكون اساسا النقل فيه بيكون قليل، لو يتنقل في البيلو بيكون اقل من 6%، لكن هو بيكون ايه ما شاء الله عليه بيكون اصعب حاجه بيبوظ الدنيا في مع الفيتس، بيكون اصعب حاجه سيفير مع الفيتس اللي هو الايه الفيرست ترايمستر اللي هو دينجرز مع الايه مع البريجننسي. يبقى الفيرست ترايمستر بريجننسي هو اللي بيعمل دينجرز مع الفيتس، والفيتال ديزيز الفيتال ديزيز بتبدا تقل الحديه بتاعتها سيفيرتي كل ما بنوصل للليتر ترايمستر اللي هو اخر ترايمستر كده اللي هو اخر ايام البريجننسي بتبدا تقل خالص الايه الحديه بتاعته. طب ايه الانفستيجيشن المفروض تتعمل للفيتس كمان؟ طيب هو الفيتس دلوقتي في بطن مامته، ايه الانفستيجيشن ممكن نعملها؟ ممكن نعمل التراسونوجرافي. ليه اعمل التراسونوجرافي؟ عشان اشوف الانتراكرينيال كلاسيفيكيشن، ولقيت انتراكرينيال كلاسيفيكيشن وطبعا انا عارفه الام عندها توكسوبلازم فاتوقع ان خلاص الطفل ده جاله ايه توكسوبلازم. تمام، عن طريق الانتراكرينيال ما ايه كلاسيفيكيشن. كمان ممكن نعمله بي سي ار. بي سي ار لمين؟ الامينيوتيك فلويد، عن طريق عمليه امينيوسنتسز، واحنا عارفين امينيوسنتسز او الامينيوتيك فلويد من المحاضره الثانيه اللي هي افضل حاجه مع التوكسوبلازما جونداي، صح؟ تمام جدا، انا بعمل بي سي ار للامينيوتيك فلويد عشان اشوف البارازايت ايه الجينيتك ماتيريال بتاعته. طيب ايه هو علاج اللي المفروض يتاخد اللي نديه هنا في التوكسوبلازما جونداي؟ احنا عارفين كلمه بس، تمام، اللي هو مين؟ اللي هو بايراميسي، اللي هو بايرميسامين، بايرميسامين وسلفادايازين، واهم واحد سبايرامايسين. سبايرامايسين اس بي، والبي عرفنا بيجي مع البريجننسي. تمام، في كليندامايسين، في فلونيك اسيد. تمام، طيب ايه هو هاو تو بريفنت ذا ديزيز؟ ازاي نمنع الديزيز؟ اللي احنا عرفنا الهيلثي هابيتس اللي هو واشينج بيفور ميل وبروبر كوكينج اوف ميت، ده ممكن يجي على فكره ايه نمريت كويس جدا، بروبر كير اوف هاوس كاتس والفاكسينيشن وكل الكلام ده. خلصنا كده اول كيس بتاعت التوكسوبلازما جونداي. طيب تاني كيس بعد كده، كيس تانية صغيره جدا. طيب هو 29 سنه فيميل، تمام، عندها فاجينال ديسشارج وعندها كمان اتشنج، تمام، عندها لور ابدومينال بين، عندها انفليمد سيرفكس، عندها ريد بانكتيت، تمام، ليجن. كلمه ريد بانكتيت ليجن دي مهمه جدا عشان دي بتشير لحاجه اسمها ترايكومينس فاجينالز. ريد بانكتيت ليجن والفاجينال ديسشارج، والفاجينال ديسشارج دي اللي احنا عارفين اللي هو يلوش، صح، جرين، فروسي، بيورلاند ديسشارج، وعرفنا اللي هي ريد بانكتيت ليجن في السيرفكس. السيرفكس ده منقط كده، بانكتيت يعني منقط ولونه احمر، دي نفتكر على طول الايه ترايكومينس فاجينالز. نكمل، قال لنا اللي هي لو جيت بصيت تحت الميكروسكوب لقيت ان هو كان حجم التروفوزويد ده او حجم ال ايا كانت البارازايت ده كان حجمه من 10 ل 15 ميكرومير. اللي كان حجمه من 10 ل 15، احنا عرفنا الحجم من 10 ل 15 كان اول واحد خالص قلناه خالص في المحاضره اللي هو ترايكومينس فاجينالز. تمام، فبالتالي لما يجي يقول لي ايه هو الدايجنوزس فطبيعي احنا هنعرف دلوقتي الدايجنوزس بتاعنا هو مين، الترايكومينس فاجينالز. طب اي كرايتيريا انا عملت بيست على انهي كرايتيريا من الكيس دي؟ اول حاجه الفيميل في الفيرتايل بيريود، طبيعي هي دلوقتي 29 سنه فطبيعي الفيميل دي فين؟ في الفيرتايل بيريود بتاعتها، ده رقم واحد. تمام، يعني هي دلوقتي بتعمل سيكشوال انتر كورس فطبيعي طبيعي ممكن يجي لها ايه ترايكومينس فاجينالز، عشان هي دي من ضمن الحاجات ترايكومينس فاجينالز بتتنين سيكشوال ترانسميتد ديزيز، فهي في الفيرتايل بيريود. طيب تاني حاجه تتمنى عليها قلت لكم برده الفاجينال ديسشارج، لكن هو ما ليش لونه بس احنا عارفين اللي هو يلوش جرين فروسي بيرلين ديسشارج. تمام، السيرفكس بتاعها لونه احمر زي ما قلت لكم، اهم كلمه ايه ريد بانكتيت ليجن اللي هو السيرفكس بتاعها احمر وفي ايه منقط كده. تمام، طيب وشكل التروفوزويد فيها تحت الميكروسكوب عرفنا اللي هو حجمها او شكلها وحجمها، شكلها وحجمها تحت الايه مايكروسكوب، يعني شكلها انا عارفين شكل التروفوزيت اللي هو شكل البير وبيبقى فيه انتيرير فلاجيلا والانديوليتنج ميمبرين والنيوكليوس واحده وكل الكلام ده قلناه، وكمان حجمها اللي هو بيكون من 10 ايه من 10 ل 15 مايكرو متر. تمام، تاني سؤال اعالج ازاي؟ احنا عرفنا اعالج يا اما سيستميك يا اما لوكال. السيستميك احنا بندي اي حاجه فيها زول، مترونيدازول، مترونيدازول، احنا عارفين المترو دايما ايه بيمشي ايه بيمشي سيستميك، فبالتالي 400 مللي جرام الرقم بتاعهم مهم، 400 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده 7 ايام، وبعد كده تينيدازول 2 جرام سنجل دوز جرعه واحده، سكينيدازول، سكينيدازول اربع حبايات 2 جرام مره واحده. طيب ايه هو اللوكال؟ اللوكال نديلها غسول اللي هو بنسميه لاكتيك اسيد دوش، تمام،
اللي هو بيبقى عباره عن ايه، غسول لاكتيك اسيد عباره عن حمض عشان احنا نرجع تاني الفاجينا تبقى اكتر اسيدك عشان خاطر ما تقدرش يعمل ايه، ما يحصلش البروليفريشن او يحصل كولونايزيشن للبرازايت ده. وكمان نديلها ايه، مترونيدازول انتي بايوتيك. تمام، نديلها مترونيدازول، انا مش عارفه مش فاكره هو انتي بايوتيك ولا لا، بس سوري ما اعتذرت على النقطه دي، بس هو بنديلها مترونيدازول فاجينال انسرت اللي هو بنديلها ايه عن طريق الفاجينا، بنديله مترونيدازول نديلها مترونيدازول. طب نعالج ازاي؟ نعالج الاثنين سيكشوال بارتنرز، لو جه الميل فبالتالي نعالج الفيميل، لو جه الفيميل نعالج الايه الميل وهكذا. اخر كيس معانا ان شاء الله هو بيبقى عباره عن ايه، جيرل جايه تشتكي اللي هي عندها 11 سنه، مامتها جايه تشتكي اللي هي عندها بتكون مش مرتاحه خالص، عندها اتشنس جسمها بيحكها كله، بيبتدي منين؟ من الفينجرز من الصوابع تمام لحد ما وصل للريست تمام، وراح للباك للظهر، وكمان وصل لللور اكستريمايتس والتوز والنيز وكل الكلام ده، وبيسوق جدا بالليل. خلاص احنا عرفنا اللي هو ساركوبتس اسكابيا واتش مايت تمام. ايه عندها انتنس بروريتس، ادينا لها دهنت لها تراديشنال كريم ما اتحسنتش. كمان اخواتها عندهم نفس الشكوى، ولازم عارفين اخواتها اللي هم بيناموا معاها في نفس الاوضه وفي نفس السرير تمام. طيب بيقول لنا ايه كمان من ضمن اللي احنا حاجات مميزه فيها، الاتشنس بيكون باي لاترال، الاتشنس الحكه بتكون باي لاترال في جسمها كله، يعني مش مثلا في ايد وايد، لا هو بيكون باي لاترال في الفينجرز والريست والبالم والباك والشيست والمالت، يعني هو موجود في الفينجرز صوابع والريست والبالم والباك والشيست، وكمان مالتيبل بيحصل ايه، عندها بابيولز ريستريماتس بابيولز كده وفيزيكلز راوندد شيب ويز ويل ديفايند بوردرز، البوردرز بتاعتها متحدده ما فيش سكيلز، يعني هي مش يعني مش معوره نفسها من كتر الحكه، في مالتيبل سفيريكال فيزيكلز، في فيزيكلز كده صغيره تمام. عندها ايروجن خف، يعني هو كان عندها تاكل لكن هو خف وعمل قشره كده كراستد، في بابيول تمام، البابيول دي لونها وايت تو جريش كلر، عندها فيها خطوط كده ستريد لايك اليفيتد لاين على الرايت هاند، ايديها اليمين فيها ايه زي حاجه خيوط كده بتكون مرتفعه شويه، ايوه ده مكان ايه البورز بتاعت ايه بتاعت المايت لو انتوا فاكرين الانفاق اللي بتعملها المايت. الدكتور ادالها نون فارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال ثيرابي، يعني علاج مش تبع الفارما وعلاج تبع الفارما. طب اشخاص ازاي؟ احنا سايلين دلوقتي سكيبس اللي هي بتتعمل عن طريق ساركوبتس القبيعي او الاتشنج مايند تمام. هو انهي كرايتيريا اعتمدت عليها؟ اللي هي طفله تمام، اول حاجه يعني ايه طفله، يعني هي ما بتهتمش بنظافتها وما بتركزش في الحاجات اللي هي مثلا ما تلبسش لبس حد ولا تسلم على حد اللي هو كلوز كونتاكت ولا كل الكلام ده. تاني حاجه سايت اوف ليجن، مكان الليجن هي بدات من الارمز وراحت من الفينجرز والارمز والريست وراحت لجسمها كله، عرفنا اماكن الليجنز اللي هي بتكون ثين اند رينكلد سكين. الشكل بتاع الليشن خلاص اللي هو بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن في اتشنس جامد وبيبقى عندها فيزيكلز وبابيولز وعرفنا اللي هي بتكون عامله سكارز وكل الكلام ده. الاتشنج بيزيد كمان بالليل، دي من ضمن الحاجات، واللي هي كمان انفكشنز مع الايه مع الكونتاكت بتاعتها اللي هم مين البرازرز، البرازر عندهم نفس الشكوى فبالتالي اكيد هم ايه كلوز كونتاكت جدا مع بعض، فعندهم ايه عندهم اسكيبس او ساركوبتس كوبيا اللي هو بيكون مرض الجرب. طيب ايه هي الادويه التريتمنت اللي اديناها لها؟ النون فارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال. النون فارماكولوجيكال كان عندنا لها ايه لو تيك كير، نحافظ على مثلا الهيجين بتاعها الشخصي والهيجين المحيط بيها. طب الحاجات الفارما ادينا لها اللي هو بنسميها ايه ليلي، فاكرين ليلي؟ اللي اول حاجه اللندان تمام، والاليمايت، اليمايت ده اللي هو ايه بيعالج ريزيستنت كيس، بيكون نواديز بنستخدمه الايام دي. اليوراكس، اليوراكس بنستخدمه مع البيدياتريك الاطفال اللي هو دلت ايه ده اللي ممكن نديه لها اساسا اليوراكس عشان هي طفله عندها 11 سنه، اهم حاجه نديه لها اليوراكس وندي لها نون فارماكولوجيكال اللي حافظ على الهيجين بتاعها والايه وكل الكلام ده. انا الحمد لله كده خلصت الباره، ويا رب تكونوا استفدتوا، لو حد عنده اي مشكله في الباره يا ريت تبعتولي.